طيب مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة الأهلي الليلة النهاردة وفقرة مهمة جدا من هذه الحلقة في الحقيقة. بينورني وشرفني في الاستوديو الكابتن الكبير جدا كابتن إبراهيم عبد الصمد نجم النادي الأهلي السابق. يا كابتن إبراهيم منورنا ومشرفنا. أهلا بيك حبيبي، منور بيك وبالكابتن الكبير كابتن حشيش. طبعا بينورنا وكمان ويشرفنا النهاردة في الاستوديو الكابتن الكبير جدا ونجم النادي الأهلي السابق كابتن محمد حشيش. كابتن مصر منورنا. ازيك يا عامل ايه؟ عامل ايه؟ كويس؟ كله تمام؟ الحمد لله. رمضان اخباره معاك؟ والله متعب بالنسبه لي عشان يعني الحاله الصحيه شويه وادويه كتيره ولخبطه ادويه فيعني بس بنحاول بقى وربنا يقدرنا. خلاص هانت هاني طيب خلاص خلاص بقى تقريبا يعني خلاص يعني. العد التنازلي يعني. اقل كمان. طب خليني ابتدي بخبر مهم جدا من نادي بتروجيت والارسل. نادي بتروجيت ارسل خطاب. ركز معايا يا كابتن. ايوه ماشي يا كابتن ركز معايا. ارسل نادي بتروجيت خطاب لاتحاد الكره اليوم الاربعاء يطالبه بتحقيق مبدا تكافؤ الفرص في جدول الدوري الممتاز. ماشي. ونص خطاب بتروجيت على ثلاث نقاط اساسيه جاءت كالتالي. النقطه الاولى، طلب بتروجيت بترحيل المباراه الاخيره للفرق المنافسه على الهبوط والمقرر لها يوم 3 يونيو الى يوم 6 يونيو في نفس توقيت الميعاد المقترح للمباراه الاخيره ما بين حرس الحدود. ليه؟ لان بتروجيت والحرس الاثنين بينافسوا على البقاء في بطوله الدوري، والحرس هيلاعب بيراميدز ولسه بينافس على البقاء، ونفس الحال بالنسبه لبتروجيت. فهو عايز المبدا اللي الناس كلها بتتكلم فيه دلوقتي ان يكون في تكافؤ فرص، يكون الجوله الاخيره كلها بالتحديد بتتلعب في توقيت واحد. انا بقول كده رغم ايه ان في بعض المباريات اتلعبت في الجوله دي اوريدي اصلا يعني وخلصت يعني. تمام، ده الطلب الاول. الطلب الثاني، المباريات التي طلب بتروجيت باقامتها في نفس التوقيت جاءت كالتالي: الانتاج الحربي وادي دجله، بتروجيت والمقاولون، وسموحه والاتحاد السكندري، وعلى ان تقام مباراه الزمالك وحرس الحدود في موعدها دون تاجيل يوم 3 يونيو. يعني الناس بيقولوا ان المباريات كلها تقام في توقيت واحد، وتتنافس فرق الانتاج الحربي 37 نقطه وحرس 36 نقطه والاتحاد 36 نقطه وبتروجيت بعد الاخير للهبوط بعد وداع الداخليه 26 نقطه والنجوم 26 نقطه للدوري الممتاز رسميا. تعليقك يا كابتن ابراهيم والجدل اللي احنا بنشوفه دلوقتي على الساحه الرياضيه المصريه ومشكله الدوري العام واداره اتحاد الكره المصري ولجنه المسابقات لهذه المسابقه، رايك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول المشكله دي كلها من بداياتها كانت لجنه المسابقات. حلو. في اتحاد الكره. الاتحاد الافريقي المفروض ان هو بلغ الاتحاد المصري لكره القدم ان هو مسؤول عن اقامه الدوره الافريقيه اللي هتقام بدايه من الشهر الجاي. بالظبط. الكلام ده كان في 8 يناير. حلو. يعني في 5 اشهر كان المفروض ان لجنه المسابقات تراعي القصه ديت وتراعي اقامه المباريات، وبالتالي كان لازم يبقى في كل المباريات زي ما النادي الاهلي لعب 7 ماتشات في خلال 24 يوم، كان لازم برضه يضغط الماتشات بالنسبه للفرق الثانيه. كان في شهر فبراير بالتحديد يعني. نعم. كان في شهر فبراير. في شهر فبراير بالظبط. 7 ماتشات في 22 يوم. كويس. بالظبط في شهر فبراير. من 2 فبراير ل 24 فبراير بالظبط كده بالتاريخ يعني. كويس. فكان لازم لجنه المسابقات من التاريخ ده اللي هو من 6 يناير او من 8 يناير لما الاتحاد الافريقي اسند لمصر تنظيم البطوله الافريقيه، لازم يظبط اوراقه ويظبط الماتشات بحيث الماتشات كلها تنتهي قبل اقامه الدوري الافريقي. صح. وبالتالي لجنه المسابقات هي حطت نفسها في الموقف ده. زي ما بيقول ايه اللي طلع العفريت يصرفه. يبقى احنا في مشكله قائمه. وبالتالي طلب بتروجيت ده طلب عادل جدا. الماتشات كلها كلهم قريبين من بعض، وبتروجيت اكثر توقيت واحد أكثر فرقة مهددة. النقاط قريبة من بعض بس لازم المباريات تبقى في توقيت واحد عشان تكافؤ الفرص. لازم. أنا بقول بتروجيت له كل الحق في إقامة المباريات في توقيت على الحتة دي وبعدين تكمل. هو بتروجيت عايز ماتش الحرس مع بيراميدز يبقى في نفس التوقيت؟ لأن الحرس كده كده. طب ما كده كده الحرس المفروض هيلعب بكرة. حرس الحدود يعني مع بيراميدز. يعني مصلحة أقصد إنه هيلعب قبله. اوكي بس يعني هما بيتكلموا في ايوه بس هما بيتكلموا في تكافؤ فرص بشكل عام بقى. هو الراجل مش بيتكلم عن نفسه بس يعني بيتكلم في العموم. وبالمناسبه يعني لقاءات الجوله الاخيره اتلعب منها بعض المباريات اتلعب منها بالظبط. عندك الجونه والاسماعيلي ده من ضمن المباريات الدوري الاسبوع 34. الاسماعيلي والجونه خلص 0-0. الداخليه والمصري خلص 3-0 للمصري. المقصه والطلائع خلص 1-1. النجوم وانبي خلص 1-1. لسه باقي حرس الحدود وبيراميدز والاتحاد السكندري وسموحه بتروجيت والمقاولون العرب والانتاج الحربي ووادي دجله. هي كل الماتشات دي ما نفتش منها الا الجونه بس.
يعني الجونه بس اللي خلاص ضمن البقاء، الجونه بس اللي هو ضمن بالزبط. البقاء اللي بيوصل 38 بيضمن البقاء بالزبط. الوحيد اللي مهدد الحقيقه انا شايف انه بتروجيت 34 بونت، هو الاقرب. حتى لو كسب الماتش اللي باقي له هيبقى 37 بونت، الباقي كله 36 بالزبط. يعني كل الفرق 36 بونت. اللي يوصل ل 38 هو ضمن البقاء، يبقى ضمن البقاء. اللي يوصل 37 هيبقى في الماتشات اللي بينه وبين بتروجيت بالظبط. فانا شايف ان بتروجيت طلب عادل جدا ان الماتشات كلها تتلعب في وقت واحد، حتى لو كان حرس الحدود هيلعب بيراميدز بوكا، ده في مصلحه بتروجيت على فكره. انه يلعب بوكا ويعرف الموقف ايه بالزبط. انما طلب عادل جدا من بتروجيت ان هو يلعب بوكا، واتمنى اتحاد الكوره يوافق على طلبه، لان ده الحقيقه حته التكافؤ والفرص دي لازم تبقى موجوده، ولازم يبقى النيه كلها خالصه. انا ما يهمناش مين اللي هيقعد ومين اللي هينزل، الامور لجنه المسابقات لازم تراعي انها هي السبب في المشكله دي وانها لازم تحلها. فانا شايف انه طلب عادل جدا من بتروجيت. طب كابتن حشيش، اشمعنا في مصر بس المباريات الاخيره والامطار الاخيره في بطوله الدوري ما بتقامش في توقيت واحد؟ يعني العالم كله، الدنيا كلها تلعب اخر جولات في الدوري، اخر ثلاث جولات في الدوري في توقيت واحد. احنا هنا بنتكلم بسبب الظروف الاستثنائيه والنغمه اللي على طول بنسمعها ان الجوله الاخيره بس، يا جماعه يا ريت تخلوها في توقيت واحد، يا ريت عشان خاطرنا خلوها في توقيت واحد. اشمعنا في مصر بس اللي بيحصل الكلام ده؟ هو عشان احنا الوحيدين اللي عندنا لخبطه في العالم كله. احنا بس جميع الدوريات اللي في العالم دوريات منتظمه، ما عندهمش الحاجات الغريبه اللي دايما، يعني انا بحس ان مصر كده غريبه في حاجات، في حاجات كتير من ضمنها مسابقه الدوري دي الغير منتظمه على طول الزمن. يعني السنه دي طبعا وموسم الاستثنائي اللي فيه طبعا 18 فريق، وجاء دخول الامم الافريقيه مصر برضو فجاه بدون سابق انذار، يعني نتيجه للظروف، ومصر تحملت الاستضافه وكده، فحصل بقى اللي كمان اللخبطه الزياده. كذلك برضو استمرار الموسم الطويل من السنه اللي فاتت ودخوله على الموسم ده، هو ده برضو اللي عمل المشاكل الكبيره. في حاله تاجيل المباريات اللي بعد مليون في الميه هيحصل نفس القصه لو حصل ان اتلعب الماتشات او استكمل الدوري بعد الامم، هيحصل نفس القصه. وهتدخل بقى في حاجات كتيرة أعتقد خلال الفترة اللي فاتت الناس اتكلمت فيها كتير، بالنسبة طبعا لأهم حاجة هي قيد اللعيبة والقوائم الإفريقية والحاجات دي كلها تبقى ملخبطة. كذلك بقى الأهم، أنا في رأيي لا القوائم ولا الكلام ده كله، المستوى الفني أساسا بتاع اللعيبة وإصابات اللعيبة اللي هي أهم حاجة بقى، لأن اللعيب هو العنصر الأساسي في منظومة كرة القدم. العنصر الأساسي مهدد بالإصابة. احنا شفنا النادي الاهلي مثال حي، تجربه من السنه اللي فاتت انه دخل افريقيا السنه اللي فاتت وكمل على بطوله عربيه ودخل دوري ودخل بطوله افريقيه افريقيا على طول تاني مره. الفرقه الوحيده اللي انضرت من الدوري السنه اللي فاتت ومن طول الدوري السنه دي ومن المؤجلات ومن كذا ومن كذا ومن كذا هو النادي الاهلي اللي بيعاني. فالنادي الاهلي ابطال ان هم لغايه النهارده، المفروض ان هو لغايه هذه اللحظه الاول على الدوري بالظبط، وفاضل خلاص يعني رغم كل الظروف اللي مر بيها، رغم الظروف كلها مختلفة كمان بغض النظر عن أي الكورة حد، يعني حتى المنافس اللي هو بالنسبة له دخل جديد السنة دي افريقيا وكمل لغاية الفاينل ما تعبش نفس التعب بتاع النادي الأهلي اللي من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت والسنة دي النادي الأهلي يا كابتن إبراهيم بيلعب بربع فرقة كله إصابات، واللي يتصاب يرجع يلعب ماتشين ويتأهل ويبقى كويس يرجع تاني بعدها، لأن هو ما خدش الجرعه المظبوطه في التدريب وما خدش الراحه الكافيه بالنسبه له خلال الفترات اللي فاتت السابقه. فعشان كده، وعلى فكره النادي الاهلي بقى له كذا موسم لو هنتكلم بجد، مش الموسم اللي فات والسنه دي بس، فعشان كده اكتر فريق تعب من الاصابات واكبر كم اصابات حصل للنادي الاهلي. فانت بالشكل ده الكره هتتكرر تاني، الموضوع هيتكرر تاني. وعلى فكره ممكن نادي الزمالك يحصل له، المنافس برضو أكيد اللي داخل افريقيا هيحصل له نفس القصه. فهو الموضوع احنا ما فيش بلد في الدنيا عندها حاجات بتاعتنا، اللي هو انت بالمفروض بتحط لائحه وبتحط سيستم للمسابقه ما بيتغيرش تحت اي ظرف من الظروف. ما فيش حاجه اسمها ايه ضغط نادي، ما فيش حاجة اسمها لو، ما فيش حاجة اصل اصابات فأجل لنا، ما فيش حاجة اصل منتخب هيتجمع فأجل لنا، بره فيش الكلام ده خالص، مش وارد عندهم الكلام ده خالص. هم عاملين اجندات ومسابقات وارقام وحاجات
لمدة 3-4 سنين جاية يا كابتن إبراهيم على مستوى الأندية مسابقات المحلية وعلى مستوى المنتخبات، أجندات ثابتة. كذلك برضو في نوع من أنواع التخصص في لجنة من أي نادي بره، لجنة الأندية المحترفة هي اللي بتدير الدوريات، بيبقى فيها هي لجنه المسابقات. الاتحادات بتبقى متفرغه اكتر للمنتخبات، للمنتخبات والاستراتيجيه العامه هي اللي بتدير المسابقه بس كده. اعضاء مجلس اداره الاتحاد ده بيعمل استراتيجيه وبيعمل خطط مستقبليه وبيهتم بالمنتخبات الوطنيه والكلام ده كله. الكلام ده مش موجود عندنا ليه يعني؟ يعني ليه ما نعملش عشان موضوع ربطه الانديه المحترفه دي هي اللي تنظم البطوله والاتحاد يتفرغ بس للمنتخبات وكيف تحقيق الانجازات، كيفيه تحقيق الانجازات لكل الاعمار السنيه في المنتخبات الوطنيه. عندنا مشكله يا امير، مشكله مصر كلها عدم التخصص. احنا كلنا بتاع كله، كل واحد بيعمل كل حاجه. يعني انت فاهم ازاي؟ حتى لما بتقدم مثلا تعمل انترفيو في اي شغل يقول لك بتعرف تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، مش مطالب ان انا اعمل الكلام ده. انا مطالب اعمل حاجه واحده بس عشان اجيد فيها وانميها واتفوق فيها وانجح فيها، وعشان كده هتبقى كويس. انما انا ابقى بتاع كل حاجه يا كابتن ابراهيم، هو ده اللي حصل دلوقتي. وحاجه زياده قبل ما تكمل، ما ينفعش ان انا ابقى في نادي يتعامل بشكل والنادي الثاني يتعامل بشكل ونفس الظروف، الظروف واحده، ده يتعامل كذا وده يتعامل كذا، ونادي جماهيري غير نادي نص نص غير نادي شركات غير نادي كذا، ما ينفعش الكلام ده كله. عشان كده انت بتلاقي في انجلترا دوري مظبوط، مستوى عالي، اكبر دوري في العالم، مستويات فنيه كبيره جدا جدا، اصغر نادي بيتعامل زي اكبر نادي، ما فيش اصل كده. حتى في العقوبات احنا هنا العقوبات بتتكال بميكالين، فما ينفعش. ما فيش حاجه اسمها بره اصلا انا الاستون فيلا ولا الارسنال ولا مش عارف ايه، مش عايز حكام انجليز، عايزين حكام تاني. في كلام، سمعت الكلام ده؟ لا. فكل الكلام ده لازم، انا هكمل على كلامك. ثلاث نقط انت اصلتهم كويسين قوي. نما واحد، جدول الدوري ما فيش التزام. الالتزام البطولات الاوروبيه كلها متحدده بدايه الدوري ونهايه الدوري. عندنا بداية الدوري ما بتبقاش معروفة، وبالتالي كل المديرين الفنيين ما بينظموش فترة الإعداد. لازم فترة الإعداد تتعمل على بداية الدوري بحيث يقدر يقسم الأسابيع كلها، إمتى هيدي تحمل تحدي قوة، إمتى هيدي تحمل سرعة، إمتى هيدي سرعة. البدايات لازم تبقى معروفة من بدري قوي لكل المديرين الفنيين، وبالتالي البدايات عشان تطبقوا البرامج بتاعتهم للإعداد. نمرة اتنين، التأجيلات. ممنوع التأجيلات لأي سبب من الأسباب. اللي عايز يدخل البطولة العربية يدخل، اللي عايز يدخل البطولة الإفريقية يدخل، إنما التزام بجدول الدوري. أنت مأيد 25 لاعب وعندك قطاع ناشئين ممكن تستفيد فيه في كل الماتشات بتاعتك. نظم نفسك داخليا كنادي إن أنت عايز تدخل البطولات كلها، ادخل زي ما أنت عايز، بس في التزام في جدول الدوري. نمرة ثلاثة، ودي المهمة أنت برضه أثرتها وعديتها بسرعة. القيد الإفريقي. احنا هننهي الدوره الافريقيه يوم 26 يونيو، القيد الافريقي 30 يونيو. طيب اللعيبه اللي انت هتأيدهم دول لازم تأيدهم في الدوري الاول، لازم تأيدهم في مسابقه الدوري الاول في الاتحاد عندك طبعا. عشان تأيدهم في افريقيا صح. امتى هتأيدهم بقى في الدوري وانت باب الدوري ما اتفتحش لسه، القيد ما اتفتحش، وامتى هتقدر تأيدهم في افريقيا ومش ناقص لك الا 4 ايام؟ انت هتعمل في لعيبه انت هتستغنى عنهم، هل دول ليهم الحق انهم يلعبوا معاك الماتشات اللي باقيه من الدوري ولا مش ما لهمش الحق؟ وفي بعضهم ممكن يمشي كمان، وبعضهم ما انا لسه اقول وبعض من اللعيبه هيمشوا. طيب لما يمشوا هل ليهم الحق؟ انت لسه ما قيدتش، يبقى عندك العدد قليل، هل هو عندك الحق ان هم يلعبوا وبعد كده هم راحوا نادي تاني؟ موضوع كابتن ابراهيم، موضوع شائك جدا. النقطه الاخيره دي بالتحديد فيها كوارث. ليه بقى؟ اللي هي بتتعلق بالقيد الافريقي. طبعا كره القدم دلوقتي بقت استثمارات كبيرة جدا جدا، وصناعة طبعاً. صناعة يعني فلوس، وفلوس ما بقتش فلوس قليلة زي ما كنا احنا، انت عارف ايام ما كنا بنلعب كانت يعني بلاش. حاجة كده دلوقتي بقت ارقام، وارقام كبيرة جدا تساوي يعني استثمارات اكبر من استثمارات في السياحة، واستثمارات طبعاً. يعني حاجات جامدة جدا. انت دلوقتي هتضيع حقوق، هتضيع حقوق لعيبة وهتضيع حقوق أندية. لان انت المفروض ما ينفعش يبقى القيد فاضل له اسبوع ويقفل وتيجي تقول للعيب عندك متشكرين جدا احنا مش عايزينك تكمل معانا.
صح. حتى لو اديته حقوقه، طب الحق الاهم ان انت ضيعت عليه فرصه ان هو ينتقل الى نادي تاني، فهتضطر تسيبه فري خلاص، انت خسرت كده المقابل المادي اللي ممكن يدفع في اللاعب ده عشان تبيعه. او حتى لو اديته فلوسه، هو نفسه اميره معه عايز يلعب ويتفق مع شوف نادي. هتبص تلاقي اللي فاضل له بقى، يعني مثلا ممكن يكون لعيب كويس انت مش محتاجه المركز ده، مش محتاجه، ممكن يلعب في نادي تاني كويس، النادي التاني كويس ده هيكون اتفق اوريدي مع لعيبه تانيه، فبالتالي هيجيب لك انديه اصغر واصغر هتبقى قدامه، يعني انت كمان هتبقى فاضل له كده الانديه صف تاني وتالت، يعني انت بتظلمه طبعا. كمان لا فنيا، لا في لاعبين ومدربين عقودهم هتنتهي الشهر ده خلاص. اللي يجبرك ان انت تتحمل ماديات اذا كان مرتب مثلا جهاز فني لغايه معسكرات وغيره شهرين، ما انت ممكن من دلوقتي لو انت خلاص فنشت تقول له متشكرين خلاص، لو انت بالزبط. مش عايز تعاقد معاه. فهي داخله في حسابات كبيره جدا جدا احنا حطينا نفسنا فيها. وبعدين بس جزئيه اللي عامله اللخبطه الكامله دي، الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك 3 مباريات. التلات مباريات دي لو كان نادي الزمالك لعبها كان زمان الدوري هيخلص عادي جدا. بالنسبه لنا دلوقتي في مشاكل يا كابتن. لا خالص، لا زي ما الاهلي لعب بعض المباريات، زي ما الاهلي لعب حتى لو جبت انا مش عايز اتكلم من الورق، التاريخ بالظبط، بالتواريخ من 2 فبراير ل 28 من 24 من 4 فبراير ل 28 فبراير الاهلي لعب 7 ماتشات بالظبط، يعني بمعدل 3 ايام كل ماتش. ده كان ساعات يومين يا كابتن. النقطه اللي انت قلتها، الاصابات بقت كتير، مفيش استشفاء، مفيش الراحات بتاعت اللعيبه، مفيش تصليح اخطاء، مفيش يعني الاهم يا كابتن ابراهيم كمان ان انت انا مش عايز اخد في حته الاتحاد اكتر من كده، بس عايز اقول لك ان انت رضخت لنادي منافس ان لا مش هلعب الا لما النادي الاهلي يكمل مش عارف ايه ويلعب المؤجلات بتاعته. ناديين مش نادي واحد. فانت لو عشان هنرجع تاني الاول نقول لو انت في سيستم ومواعيد، والاصل ما فيش حاجه، يعني بص الحاجه الوحيده اللي جت مفاجاه شويه هي الامم الافريقيه. طب مفاجاه انت مش مفاجاه ابو كباتن، ما هو متحدد موضوع الامم الافريقيه ايا كان هيقام فين يعني. وبعدين انت برضه من 8 يناير عندك 5 اشهر جاي اليومين دول. انا بدي له عذر شويه الحاج عامر ان هو لا من اول، يعني هو بحط الجدول من اول الحاج عامر مغلوب على امره. طبعا الحاج عامر بيحاول يعني انت عندك 5 اشهر، انت جاي دلوقتي النهارده بتبلغ النادي الاهلي والزمالك ان احنا نستكمل بطوله الدوري العام خلال الدوره الافريقيه بدون اللعيبه الدوليه. طيب نادي الزمالك عنده 4 لعيبه مشتركين في منتخب مصر، والنادي الاهلي عنده 4 لعيبه مشتركين في منتخب، ودول دعائم اساسيه للناديين. صحيح. ازاي انت ما بلغتهمش من 8 يناير وجاي تبلغهم دلوقتي؟ من حق الناديين انهم يرفضوا، وده طبعا النادي الاهلي رفض ونادي الزمالك رفض. الخطوه الثانيه كمان انت بتتكلم ان انت حاولت تقنع مستر اجيري ان هو حقه الناس يعني اجل المعسكر يومين 3 4. لا حقه، يعني انت فاهم ازاي؟ انا شايف انه حقه انه يقول لا. ما هو حقه، الراجل ممكن يكون عايز فتره محدده ان هو يجهز فيها المنتخب بتاعه عشان يبقى ما فيش حجج في بطوله الامم الافريقيه. ماشي، ده حقه اوكي، بس انا عايز ادي لحضرتك مثلا الاتحاد التونسي لكره القدم مدي اللاعبين اللي هيخرجوا يلعبوا من المعسكر، يخرجوا من المعسكر بتاع المنتخب يا كابتن، ويرجعوا يلعبوا ويدخلوا المعسكر تاني، يلعبوا الماتش ويرجعوا. ده حل. اظن دي ما فيهاش مشكله. بقى في نقطه بقى مهمه يا كابتن، يعني انا سمعت البعض من الاعلاميين اللي ممكن يكونوا بينتموا بشكل او باخر يعني لانديه اخرى، بيقول لك طب ما هو نادي الزمالك كده هيلعب ال5 مباريات من غير اللعيبه الدوليين لو عايزين تطبقوا عدم انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب، تمام؟ او اللاعبين يروحوا المنتخب يعني وتخوض المباريات من غير الدوليين. تمام. بيقول طب ما الزمالك عنده 3 مباريات مؤجله كده كده هتتلعب بالدوليين عادي، بس هيتبقى الماتشين بس هيلعبوا من غير الدوليين زيه زي النادي الاهلي، زي ما هيلعب مباراه المقاولين ومباراه الزمالك من غير الدوليين، هم ماتشين بس لكل فريق. تمام. لكن مش الزمالك هيخوض مباريات عدد اكبر من الدوليين. دي نقطه مهمه. ما انت برضو ما تاخدش كل حاجه لصالحك، ما هو انت اساسا لعبت برضو وتفرغت كامل عشان بطوله افريقيه وبتلعب باسم مصر، فتفرغت بالكامل، محدش قال لك خد ماتش في النص او خد ماتشين كذا زي ما النادي الاهلي كان بيعمل. فانت برضو عملنا لك تفرغ كامل، فانت خد الشيله كلها على بعضها، ما تاخدش كويس وتسيب النص نص. انت فاهم ازاي؟ فهنرجع تاني بقول لك برضو كل حاجه، اصل كل حاجه، كل كلام اللي احنا بنقوله ده، كل موضوع مرتبط بالموضوع بتاعه التاني. طبعا. هي في الاساس هو لائحه مواعيد تبقى خلاص ما فيهاش تغيير، لان انت بتغير عشان ايه؟ عشان بس السفريه دي طويله للنادي الفلاني فمأجل له كذا. لا اصل مش عارف حصل، ما ينفعش. لا هو في حل برضه انا اخذته من كلامك. اتفضل. يعني عنده في 5 ماتشات متأجله، يلعب الـ3 ماتشات لغايه ميعاد المعسكر بتاع المنتخب بشكل طبيعي، وده اللي هيحصل طبيعي.
وهيبقى ما فيش مشكله، يبقى في النوادي هتلعب في نفس الوقت اللي تمام. هي النوادي اللي طالبه انها تلعب في نفس الوقت هتلعب في نفس الوقت صحيح. وهيبقى ناقص له ماتشين، ماتش اهلي وزمالك تمام. وكل واحد ناقص له ماتشين، الاهلي هيبقى مقاولين وهو هيبقى ناقص له ماتش واحد. يدخلوا المعسكر، يدخلوا المعسكر العادي يلعبوا الماتشات دي، ويطلعوا يلعبوا اللعيبه الدوليه تطلع تلعب الماتش وترجع المعسكر تاني. ما اظنش ان ده هياثر على اجيري في حاجه في المنتخب، ما اعتقدش هياثر. بس هو ممكن يرفض، يقول لك ممكن لعيب يتصاب، ممكن لعيب بتاعه ممكن يرفض الكلام ده. بس الاتحاد لازم يكون عنده شخصيه قويه ويطبق رايه اللي شايفه في مصلحه الانديه المصريه، في مصلحه الكره المصريه، زي ما الاتحاد التونسي والاتحاد المغربي بيعملوا. ليه بقى؟ لان في سنة استثنائية، في ظروف صعبة، في ظروف لازم ان انت تجبر الناس انها تكمل البطولات وتستحملها، زي ما الاهلي استحمل. مش الاهلي بس اللي استحمل، انت على فكرة كله لازم هتتغلب. يعني الرأي اللي احنا وصلنا له دلوقتي بالمناقشة الأخرانية دي هتتغلب على مشكلات كتير قوي. هتتغلب على القيد الافريقي، وهتتغلب ان الدوري ينتهي في خلال الفترة القليلة، والاهم بقى النوادي اللي هابطة هتبقى عارفة نفسها، هتبتدي تنظم نفسها، النوادي ومين ابطال ومين كونفدرالية ومين تاني ومين تالت، يعني اللعيبة اللي هتعار، اللعيبة اللي هيستغل عنها النادي، القيد الافريقي، هتتغلب على مشاكل كتيره جدا صحيح. لازم كويس ان عملوا لجنه دلوقتي برئاسه الكابتن شوبيش موجوده، يعني عشان ينسقوا الحته دي. يعني صحيح. التنسيق ده هيبقى مع المدير الفني للمنتخب والمديرين الفنيين بتوع النادي الاهلي ونادي الزمالك والنوادي اللي هتلعب الماتشات الاخرانيه دي، بحيث نوصل لحل. اولا كلنا بنبص للدوري الافريقيه، ده املنا ان احنا نكسب الدوري الافريقي، واملنا برضو ان احنا نقف جنب النوادي، يعني النوادي اللي بتضم اغلب اللعيبه بتاعت المنتخب، وصارفين زي ما قلت يا كابتن حشيش، صارفين مبالغ كبيره قوي السنه دي. السنه دي السقف عالي جدا، عالي جدا أوي. لان برضو الاستثمارات الاجنبيه دخلت وابتدت اسعار اللعيبه تعلى شويه، فيبقى ما نخسرش النوادي كل الاستثمارات دي، وما نخسرش برضو النوادي انها بتسعى انها بتعلي مستوى لعيبتها وبتجيب مدربين اجانب وكذا 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 وبتصرف كتير، وده كله لخدمه المنتخب. فيبقى برضو نقف جنب الانديه، واجيري لازم يتفهم القصه دي تمام. ويبقى خرجنا من كل المشاكل اللي احنا اصيناها في الفتره القليله، مش مشاكل حاليه، المشاكل هتبقى مستقبليه كبيره جدا. يا انا عايز اقول لك برضو يعني حاجه، زي ما بنقول خروج اللعيبه من المعسكر المنتخب ويلعبوا الماتشين دولت، دي برضو احتكاك وماتشات استعداد ليهم، ماتشات على مستوى عالي. وبعدين لعيب المنتخب ده مش هيفرق معاه ان هو يخرج يلعب الماتش في ناديه ويرجع، هيبقى بالنسبه له مش لسه لعيب هاوي، لسه لعيب صغير بالزبط. يعني مش هتفرق معاه، بل بالعكس. وبعدين كم اللعيبه موجود قدام الراجل، عنده في كل مركز 3 و4 لعيبه، فمش هم الثلاثة أربعة بتوع الأهلي أو الأربعة بتوع الزمالك أو كذا هم اللي هيأثروا، لأن قوام يعني 4 أهلي و4 زمالك بالظبط. 8 من كام يا كابتن إبراهيم؟ من 25 لعيب، 25 توتال هيبقوا 23. فاضل كام؟ فاضل كام يا أمير؟ وأنت لو جيت بصيت على اللعيبة بتاع الأهلي والزمالك، يعني فيهم مثلا حوالي 3 هم الأساسيين مثلا اللي هيلعب، يعني أقصد مش هي بالخطورة، بس لازم أنت كاتحاد يبقى عندك القدرة أنك برضو تقنع الراجل أن في ظروف غير عادية. وبعدين أنا ما بكلمكش بقول لك يطلعوا يلعبوا وخلاص بعد بكرة الماتش، لا ده قدامك، يعني فترة الإعداد كمان اللي ما عندكش حتة اللي ما عندكش فيها ماتشات ودية كمان. عشان كده أنا برضو يعني تكملة للكلام ده، أنا مش مع نادي الزمالك بقى، من إن إحنا كلنا كنا واقفين مع نادي الزمالك قبل ما يلعب الكونفدرالية، ولازم الماتشات تتأجل. وطبعا ده مكسب مش لنادي الزمالك بس، ده مكسب لمصر كلها أكيد. إن نادي الزمالك يكسب البطولة دي وعمره ما كسبها قبل كده. الزمالك يعني أنا شايف إن ما عندوش حق شوية إنه عايز يأجل ماتش الإنتاج، يعني انا شايف انه لازم يلعب الثلاث ماتشات ديت، وهيبقى ناقص له ماتشين بس، ماتشين بس، والنادي الاهلي هو الموضوع دخل في عندي يا كابتن، هو الموضوع دخل في عندي بس. نادي الزمالك عايز يعني يعني الاهلي هيبقى ناقص له المقاولين، وهو هيبقى ناقص له ماتش والالتقاء بينهم وبين بعض. انا مش شايف ان يا كابتن زي ما الانديه كلها ارتضت ان الزمالك يتاجل له المباريات دي كلها في الاخر عشان كلنا نتفرغ لتشجيع الزمالك، وان يوصل لحاجه فخر لمصر كلها والكونفدراليه اللي خدها لاول مره بالنسبه له وتاني مره بعد النادي الاهلي، ده شرف كبير شرف طبعا لمصر، لمصر طبعا. فلازم يبقى فيه برضو مرونه من ناحيه نادي الزمالك ان هو يبتدي برضو يلعب ماتشاته، لان الماتشات دي كلها اتاجلت عشانك، والفرق اللي قاعده
قاعده مستنياك برضو لغايه ما تخلص انت عشان تلعب. بالظبط. اللي هي الطرف الثاني بتاع يعني ماتشات الزمالك. اذا يبقى حل من ضمن الحلول يا كابتن كابتن ابراهيم وكابتن حشيش ان هو بيتعلق او بيتمثل في ان لاعبي المنتخب زي ما حصل في تونس كده ينضم لمعسكر المنتخب بشكل طبيعي ويخرج على مواعيد المباريات المتبقيه اللي هتتمثل في مباراتين لكل من الاهلي والزمالك يلعبوا المباراتين ويرجعوا او يلعبوا مباراه ويرجعوا يلعبوا مباراه ثانيه. صحيح. ويرجعوا. شايف صحيح. ان ده الحل الامثل ولازم يتم تطبيقه. هو لازم طبعا احنا شايفين او كلنا متفقين عليه ان هو لازم يطبق لان هو دوت الحل الامثل. غير كده هنخش في دوامات كتير في حيز بيس والمشاكل اللي احنا قلناها في بدايه البرنامج. لا هيدخلك كمان يا كابتن ابراهيم ممكن يوصلك لان الدوري يتلغي. اه طبعا وارد. لا صعب جدا لان وارد ان ممكن وارد. الدوري يتلغي يبقى انت ضيعت مجهود فرق كبيره جدا كامل. جدا خلال الموسم بالاستثمارات بالفلوس بالكلام ده كله لان انت طبعا يعني هتبقى في لخبطه. طب مين بقى اللي هيخش افريقيا السنه الجايه؟ وهيبقى الدوري عدده كام فريق؟ ما انت عندك ثلاثة صعدوا خلاص رسميا الدوري الممتين. بس اللي نزلوا ناقص واحد لسه ما تحددش هيبقى كام فريق الدوري. بالظبط كده. دي طب الدوري ده لما يتلغي اتلغى مثلا في لا قدر الله ايام ظروف قهريه بالنسبه لنا ثوره او حرب او كلام من ده انما انت عندك فأزهى عصور مصر من جميع النواحي وتستضيف بالزبط. حدث كبير جدا جدا يعني هيبقى ان شاء الله بتستضيف الحدث ده وبتلغي الدوري وانت بتلغي الدوري عندك بتلغي نشاط اكبر نشاط بالنسبه لاتحاد الكوره. عندك ثلاث فرق صاعدين الدوري. عندك ثلاث فرق صاعدين هتعمل معاهم ايه؟ الاهم بقى من كل ده تعمل بقى دوري. ان انت عندك اتحاد الكوره على راس الاتحاد الكوره المهندس هاني ابو ريده ده يعني من الشخصيات مش لسه ماسك اول امبارح. اوكي. ده راجل صح. يعني على مستوى فني عالي سواء في الاتحاد الافريقي او في الاتحاد الدولي معاه كمان لعيبه كوره كمان على مستوى طبعًا. كبير جدا من النواحي الفنيه والنواحي الاداريه يعني الناس كلها علامات في كره القدم فلازم يوصلوا الحل نمر بيه وان شاء الله المسابقه تنجح وتكمل ده لازم. حتى كابتن ابراهيم لو الحل اللي احنا بنتكلم فيه ده ان اللاعبين يلعبوا الماتشات بتاعت الاهلي والزمالك بعد ما ينضموا للمعسكر ويرجعوا يلعبوا المباريات دي حتى لو لا قدر الله لعيبه من الاهلي او الزمالك لا قدر الله لا قدر الله من الدوليين اتصابوا انت عندك لسه انديه الدوري كلها عندك لاعبين مميزين جدا فيها ده احنا اصلا معترضين على قائمه الراجل مختارها يعني حتى لو قدر الله اي حد فيهم اتصاب انت عندك مساحه من الاختيار لسه متبقيه قدامك ممكن تختار اي لعيب ينضم للمنتخب. انا شايف ان الامور سهله وبسيطه لو الناس كلها تخلت عن العند وحته اشمعنى يبصوا لمصلحه البلد ويبصوا لمصلحه المنتخب. لو الاثنين دول جم مع بعض في الاداره الفنيه بتاعت نادي الزمالك والاداره مجلس الاداره ومجلس اداره النادي الاهلي ومجلس ادارات النادي واجيري بالذات اجيري بالذات اللي هو المدير الفني بتاع المنتخب كلهم يقعدوا قاعده لمصلحه الدوري العام انه ما يحصلوش اي نكسه ومن مصلحه المنتخب. وزي ما قال الكابتن حشيش قال نقطه جميله قوي ما هو احتكاك كويس برضه للعيبه انهم هيلعبوا ماتشين في خلال المعسكر بتاع المنتخب وهيبقى عنده فتره يعني 15 20 يوم اللعيبه تكون خلصت الماتشين دول سواء لعيبه الاهلي والزمالك خلصوا الماتشين دول ويتفرغوا بعد كده للمنتخب وعنده بقى وقت الاستشفاء والخطط اللي هو عايز يلعبها وكل كل الكلام دوت. انت عندك مشكله الامور سهله جدا لو الراي ده خدوا بيه انا متهيألي لو كل فكر في صالح الكره المصريه الامور سهله جدا انسب حل. انا عايز اقول لك كمان انت عندك مشكله يا ميرو مش في المنافسه بس حتى في النزول الانديه اللي تحت دي كلها تقول لك ايه مفيش نزول السنه دي. اه بالظبط هقول لك المسابقه لم تستكمل واستكملت بعد الشهرين دولت انت كده ضرتني. لا وفي بعض الفرق لعبت الجوله الاخيره كمان وفي بعض الفرق كان ممكن يقول لك ايه طب من اللي نزلوا طب انا كنت ارتحت شويه انا كان عندي اصابات قد كده كنت ارتحت شويه لغايه ما اللعيبه بتاعتي كان عندي فرصه ان انا ممكن اكسب الماتشات اللي لعبتها دي. مفيش اي تكافؤ فرص سواء فوق او تحت ودي عدم تكافؤ الفرص ذريعه ان انا اقول لك لا انا النظام كله بقى بتاع البطوله السنه دي ما فيش بقى خلاص كان الدوري ما تلعبش بقى. وهتلاقي الخمس فرق المهددين بالهبوط في فرق عندهم ماتشين وفي فرق عندهم ماتش واحد يعني الامور اصل في نغمه عشان انا اقعد كل ده يا كابتن برضو عشان خاطر ماتشين يعني اقعد كل ده شهرين
عشان خاطر ماتشين اخلص بيهم الموسم وعندي فتره كده افريقيه ومحليه وعايز اجيب لعيبه وعايز امشي لعيبه وعايز اشوف جهاز فني لو الدنيا مستقره ومش مستقره في امور كده. انا مش بتكلم على الاهلي، على كل الانديه. لا لا كل الانديه. طب انت هتعمل ازاي الكلام ده؟ على كل الانديه. الاتحاد الدولي من ضمن اللوائح الخاصه بلجنه المسابقات في الاتحاد الدولي ان انت دلوقتي الماده السادسه بالتحديد انك ما ينفعش انك تفتح باب القيد الا لما ينتهي الدوري العام بالكامل. صحيح. حتى لو بعض الفرق انهت الدوري بدري برضه ما ينفعش ان هم يفتح ليهم باب القيد. طب هتحل الازمات دي كلها امتى؟ في 3 4 ايام. التسريبات كلها بتقول ايه؟ ان مباراه الاهلي والزمالك اللي بعد بطوله الامم الافريقيه هتكون يوم 28 يوليو، يعني بعد ما البطوله تخلص. تمام. طب انت 28 هيبقى ناقص خلاص 3 ايام على غلق باب القيد للافريقي بالتحديد. انت عشان تقيد افريقيا لازم تقيد محليا الاول. طب الثلاث اربع ايام دول حضرتك هتعمل فيهم ايه يا كابتن ابراهيم؟ قول لي. هنتكلم بقى كمان من الناحيه الفنيه. مش معقوله انت تبتدي الموسم بماتش بطوله، يعني المفروض ان انت تبتدي الموسم فتره الاعداد بتاعتك بتتدرج في المستوى الماتشات التجريبيه اللي انت بتلعبها من الضعيف للمتوسط للقوي حتى يوصل للعيب للفورمه البدنيه والفنيه بتاعت الماتشات، وبالتالي انت هتبتدي الموسم بنهائي دوري والكاس ممكن يستأنف كمان. ازاي تبتدي بماتش قمه بدايه وانت لسه في فتره الاعداد؟ انت لسه ما ابتديتش فتره الاعداد، هتبتديها ازاي؟ وكده برضو هنيجي للنقطه الثانيه اللي اتكلم عليها الكابتن حشيش، انت كده هتزود الاصابات السنه الجايه. والناديين اللي هم بيمثلوا ثلث منتخب مصر هيحصل لهم اصابات وهيحصل لهم مشاكل، وانت برضو عندك مشترك في بطوله افريقيا وفي الكونفدراليه وفي فرق هتشترك في البطوله العربيه، هتبقى المشاكل متراكمه من السنه دي للسنه الجايه. يعني مش المشاكل السنه دي بس، هتبقى السنه الجايه كمان. طبعا. الحل اللي احنا قلناه متهيألي ربنا يسهل ويكون حد بيسمعنا والناس تقتنع باللي احنا بنقوله، الحل اللي احنا قلناه ده انسب الحلول. والله يا كابتن ابراهيم هم عارفين الحل ده كويس جدا. يعني هم عارفين الاتحاد التونسي عمل الكلام ده. طبعًا. عارفين الاتحاد المغربي برضه عمل كلام شبيه لده. صحيح. طب انت ليه ما تاخدش القرار وتطبق القرار ده وتخلص نفسك من موسم رخم كرويا كده وتخلص الموضوع ده وتنسى الازمات؟ انت عندك نقطه كمان، انت بطوله الامم الافريقيه هتتلعب كلها بجماهير طبعا بشكل طبيعي جدا. تمام. المفروض انت بعد البطوله دي الجمهور يرجع مدرجات بشكل أساس. طبيعي ده اخر ماتشين لكل فريق هترجع تلعب من غير جماهير عشان انت دول ماتشين من الموسم اللي فات. طب هيبقى شكلك ايه بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه؟ بمنظر ان شاء الله يكون كويس جدا وترجع تلعب ماتشين زي دول بالنسبه للاهلي والزمالك من غير جماهير. طبعا الامور كلها عكه في بعض. عارف يا امير، في حصل تسريبات كده خلال الفتره اللي فاتت واجتهادات، يعني يقول لك ايه؟ طيب ما فيش بقى نزول والدوري كذا ونعمله بقى السنه الجايه، نطلع الناس ونطلع بقى مجموعتين وحاجات كده. انا بتكلم بقى على نقطه فنيه مهمه قوي كابتن ابراهيم يعني يقول لي او يتفق معايا فيها. انت هتعمل كنترول وسيطره على اللعيبه بتاعتك ازاي؟ انك تقعد تدربهم لغايه الامم الافريقيه ما تخلص. لعيب الكوره والكابتن ابراهيم عارف لازم يبقى عنده دايما الدافع اللي يخليه يتمرن ويجتهد، ما يبقاش جاي موظف بمضي واروح. انت فاهم ازاي؟ وخصوصا ان في بعضهم مقموص وزعلان وكان نفسه يبقى في المنتخب ويبقى كذا، انت بتيجي تقول له بقى والنبي اتمرن بقى عشان انت عندك كذا بعد الامم الافريقيه. ما ينفعش الكلام ده خالص، ما ينفع. يعني ما فيش في اي حته في الدنيا انك تقطع موسم وتخلي لعيبه بقى من التوب بتاعتها هتعمل ماتشات وديه. ماتشات وديه مع مين؟ ما في لعيبه، ما في بقيه الفرق اللي هي خلصت الدوري هتاخد اجازات، فهتعمل يعني هتعمل ماتشات مع مين؟ اي فريق برضه السنه الجايه مفيش اجازات للعيب لما تلاحم الموسمين مع بعض خلاص. وهيبتدي برضو زي ما انا قلت الاصابات هتتكرر، مش هيبقى فتره اعداد جيده للفرقتين اللي هم هيلعبوا البدايات اهلي وزمالك. صحيح. هتبقى فتره اعداد مش مظبوطه فنيا يعني، وبالتالي لان فتره الاعداد دي اللي بتوقف اللعيب على رجلها طول السنه. صحيح. لما فتره الاعداد دي بتتعمل بطريقه علميه جيده هتوقف اللعيبه طول السنه وهتقلل الاصابات جدا، والاصابات اللي موجوده السنه دي عشان فترات الاعداد تلاحم الموسمين مع بعض كترت الاصابات بالنسبه للناديين. فبالتالي لازم الاتحاد يبص للقصه دي كويس، لان عندنا لعيب دوليه ارقامهم التعاقدات بتاعتهم بقت عاليه جدا والاستثمارات بقت عاليه جدا في مجال كره القدم، فلازم الاتحاد يبص للنقطه دي كويس قوي ولمصلحه اللعيبه والمنتخب كمان. وبعدين احنا ناسيين حاجه كمان يا امير، السبونسر بتاعك اكيد. ما هو السبونسر مرتبط
او القيمه بتاعتك الماديه مرتبطه ببطولاتك ونجاحاتك والبطولات اللي انت خدتها واتفاقاتك بعد كده. لما اتفق انا مثلا من بدايه الموسم اللي جاي مع السبونسر او اي حاجه اي اتفاقات وانا واخد بطوله الدوري غير ما انا لسه ما فيش والماتشات دي ما فيها اعلانات وفيها كذا وفيها يعني كل حاجه مرتبطه. عشان كده ان البدايه اقول كل المواضيع دي مرتبطه ببعضها. ما هو الأسوأ كمان يا كابتن حشيش يا كابتن ابراهيم ان انت دلوقتي اي نادي من الانديه في الدوري المصري لو راح بورقه صغيره للاتحاد الدولي في الفيفا قال لهم يا جماعه الامور كانت ماشيه كذا 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 في بطوله الدوري وعدم تكافؤ الفرص وان الجوله الاخيره حصل فيها كذا ومن بدايه الدوري اصلا اللائحه اللي تم الاتفاق عليها ما اتنفذتش خالص هيبقى الوضع مشكلة. صعب جدا هتبقى مشكله كبيره جدا. دي نقطه ما حدش واخد باله منها. ممكن الانديه اللي بتتعرض للهبوط او فريق هبط خلاص ومتضايق جدا ان هو هبط وشاف ان الظروف ما كانتش في صالحه بسبب عدم تكافؤ الفرص يروح بالورقه دي للاتحاد الدولي. صحيح. تبقى مشكله كبيره جدا في الاتحاد المصري. في نقطه ثانيه كمان المنتخب الاولمبي انت عندك تصفيات عندك طوكيو. تصفيات المنتخب الاولمبي طبعا شهر 11 السنه الجاي. كويس. طيب اغلب اللعيبه بتوع المنتخب الاولمبي في بتلعب في الفريق الاول لنواديها فعلا وبالتالي انت هتعمل مشكله كمان للمنتخب الاولمبي. يعني مش هتدي له فترات راحه. اللعيبه مش هتاخد الفترات الراحه الكافيه مش هتاخد فترات الاعداد بتاعتها في فتره كافيه وبالتالي كل التكاليف اللي انت صرفتها على المنتخب الاولمبي الفتره اللي فاتت هتبقى كلها جايه برضه باصابات وجايه بمشاكل للمنتخب. كابتن ابراهيم طب ايه رايك في اللعب؟ في عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي والزمالك ده برضه هتبقى انت محتاجهم في الموسم الجديد. ده 100%. طب هتعمل هتاجل ماتشات وهتكرر نفس الموسم في نفس الوقت اللي اصلا الماتشات هتتاجل ليه؟ هتتاجل لبعد بطوله الامم الافريقيه. طب ازاي؟ ايه رايك في الاعارات كمان هتعمل ايه في الاعارات؟ وايه رايك ان الاعارات دي مرتبطه بنظام المسابقه بتاعت الناشئين السنه الجايه؟ ايوه. في 97 ولا مفيش 97؟ ايوه. لان دي هيبقى مرتبط بيها موضوع انك تطلع لعيبه اعاره او اللعيبه دي هتايدها معاك فوق ولا هتايدها في 97 يعني عارف في حاجات كلها مرتبطه بحاجات وبارقام لان الناس اللي طالع اعارات دي ما هي عقود وفلوس وحاجات كتير. فزي ما بقول لك كابتن ابراهيم كله مرتبط ببعض لازم يبقى فيه قرارات وقرارات حاسمه. هل في قرارات يا كابتن ابراهيم بخلاف القرار او بخلاف الاقتراح اللي احنا قلناه ده او المعروف بالنسبه لناس كتير شايف اقتراح تاني ممكن يكون في صالح الانديه المصريه؟ انا شايف ان ده الحل السليم وعايز اضيف نقطه صغيره كده. لجنه المسابقات مع احترامي طبعا للحاج عامر وكل اعضاء الاتحاد يعني لازم لجنه المسابقات دي ما يبقاش واحد بس اللي بيوداها الحاج عامر لوحده. لازم لجنه من الاتحاد اللي هم اللجنه اللي هم عاملينها دلوقتي لازم هي تدير لجنه. طبعا الحاج عامر بما له من خبرات الحقيقه في القصه بتاعت ترتيب الماتشات الحقيقه هو معذور طبعا السنه دي انا معاه وانا بحبه الحقيقه وبقدره جدا شخصيا يعني فانما مش عايزين نحمله المسؤوليه لوحده. لازم لجنه برضه المخ الواحد غير اربع امخاخ قاعده يبقى تقدر تنظم المسابقه بطريقه جيده بحيث يبقى معروف بدايه المسابقه ايه ونهايه المسابقه ايه اللقاءات الافريقيه بتاعت النوادي اللي هتشترك في البطوله الافريقيه اللي هتشترك في الكونفدراليه التوقفات المنتخب الاولمبي هيقف امتى الحاجات الفرق اللي بتلعب جمهوريه اللي هتنقلها منتخبات كل دي بتترتب من لجنه مش من واحد من لجنه من بدايه السنه بحيث تبقى بدايه السنه معروفه كل الارتباطات ولا اعذار في وسط السنه نادي يقول لك انا عايز اجل عشان البطوله العربيه لا هي دي يا كابتن انت عندك 25 لعيب تصرف زي ما انت عايز تطلع ناشئين من عندك يلعبوا دي يلعبوا دي يلعبوا دي الدوري ده محترم مقدس. طب يا كابتن حشيش ايه اللي يمنع اتحاد الكره المصري ان هو ياخد قرار من غير بصراحه كده ما يكون خايف من القرار ده او ياخد قرار ويطبقه يطبق هذا القرار ايه اللي يمنعه؟ مفيش المفروض مفيش حاجه تمنعه. طب ليه ما بيحصلش الكلام ده هنا؟ وانا مش شايف ان في تخوف يعني ولا الاهلي هيضاج ولا الزمالك هيضاج اذا كان المسابقه بتبقى فيها تكافؤ فرص بالنسبه لكل النوادي ما اظنش ان في اي حد هيقول لا من بدايه السنه طبعا. خاصه لو الامور تبقى منتظمه وزي ما احنا بنقول البدايه معروفه والنهايه معروفه واللقاءات الافريقيه معروفه والبطوله العربيه اللي عايز يشترك يشترك طبعا تحت رايه اتحاد الكوره هو اللي هيقول طبعا يعني انما اللي يشترك يشترك انما ما ياجليش بقى ويقول لي لا يعني ما العبش كل ثلاث ايام ماتش لا يروح يلعب البطوله العربيه يروح يلعب افريقيا زي ما هو عايز وعنده ماتش ثلاث ايام عنده 25 لعيب وعنده قطاع الناشئين يستفيد بيه زي ما هو عايز. انت عارف يا امير الامور تدار كده يعني انا شايف ان القرار سهل سهل قوي سهل ليه بقى؟ لان القرار ده في مصلحه جميع الانديه حلو ولو حصل وما اتخذش المشاكل كلها
هتيجي على كل الانديه مش نادي واحد. صح صح. يعني هل التاجيل لغايه بعد الامم الافريقيه ده هيبقى في صالح النادي الاهلي ولا في صالح النادي الزمالك؟ لا طبعا. لا طبعا. على النادي الاهلي وعلى النادي الزمالك، لان نفس الظروف هنا ونفس نادي الزمالك هنا. لو فكر شويه في الاضرار اللي ممكن تجيله بعد، انما انت قلت من شويه هي الحل بالنسبه لك عند هو الضرر. هي المساله بالكباتن، الضرر هيبقى على كل الانديه، لان طبعًا. انت لو اجلت انت في عقود لازم تنفذ، وفي فترات اعداد بتتعمل، وفي مصاريف النوادي بتتكبدها خلال الفتره اللي جايه ديت، المفروض ان هي فتره راحه، ما العقود منتهيه، في لعيبه هتمشي، في لعيبه هتعار، في كذا 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 كذا، التكاليف هتقل. انما انت لو حطيت النوادي كلها لسه في الدوري العام ولسه عندهم امل اللي يبقى واللي هيلعب على الكونفدراليه واللي هيلعب على بطوله الدوري، المصاريف هتزيد، وبالتالي انت بتكبد الانديه مصاريف لا لازمه لها، لا لزوم لها على الاطلاق. هو موضوع غير منطقي. وبالتالي انا شايف يعني الخروج من الازمه من الحل اللي احنا قلناه ده هو هيريح كل الانديه. وبعدين في نقطه ثانيه، هو انت الاتحاد التونسي لما خد القرار ده هو هيبدا متاخر عن مصر شويه، الامم الافريقيه تبتدي كذا وهو يبتدي كذا، ما احنا كل يعني كل المنتخبات هتبدا، يعني هو لو اتاخر هيبقى يومين ثلاثه يعني، يعني بس البطوله هتبدا في توقيت واحد بالنسبه للناس كلها. وهل تونس ما بتفكرش انها تاخد كاس الامم الافريقيه وتسعى؟ طبعا منتخب قوي جدا، قوي جدا ومن اقوى المنتخبات، وانا في رايي ان هو من المنتخبات المرشحه كمان السنه دي طبعا، والمغرب كذلك. فهل الاتحاد التونسي لما جه ياخد الخطوات دي ما فكرش في الكلام ده؟ طبعا فكر في الكلام ده كله، بس لازم يبقى في نوع من المرونه، الناس بتقعد وبتتكلم وبتشوف الصالح العام، الصالح العام هي للأندية، مش الصالح الشخصي، مش صالح نادي معين او شخص معين. وانا شايف كمان ان هو مختار لعيبه محترفه في النوادي الخارجيه بعدد كبير، يعني متهيألي القوام الاساسي هيبقى ممكن يبقى عدد قليل من الزمالك وعدد قليل من الاهلي، زي ما قلنا كابتن ابراهيم، القوام الرئيسي اللي هيلعب المختارين، يعني اربعه اهلي واربعه زمالك، المختارين كلهم على مستوى المنتخب بس يعني ثمانيه، فمش هو اللي هيشاركوا في التشكيل الاساسي، واحد من هنا واحد من هنا من الاخر مثلا ثلاثة، يعني انت فاهم، انما الباقي يعني طب ما تدي فرص، وفي خمسة ستة من بيراميدز مثلا، ادي 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 13 واحد و12 واحد من بره، من بره. لا هو بصراحة الوضع غير منطقي على الاطلاق، واكيد نتمنى ان اتحاد الكرة يلاقي حل لهذه المشكلة والازمة الابرز في تاريخ الكرة المصرية، أكيد هي الأبرز، لأن أنت صعب جدا زي ما اتكلمنا كتير وعدنا مرارا وتكرارا إن الموسم يخلص بعد بطولة الأمم الأفريقية. لكن عايز أسأل سؤال مهم جدا جدا يا كابتن إبراهيم، بالتحديد المهندس هاني أبو ريدة قبل ما يتولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، ناس كتير وأنا منهم كنت متفائل قوي إن إحنا هيبقى عندنا شخصية قوية جدا زي المهندس هاني أبو ريدة، بما إنه في الإدارة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، وهنشوف بقى قرارات وهنشوف قوة الاتحاد المصري في كل الأمور اللي بتخص الكرة المصرية بشكل عام. هل أنت شفت اللي أنت منتظره من شخصية زي رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة؟ الحقيقه ما حدش يختلف على الشخصيه المتميزه للكابتن هاني ابو ريدة والمجموعه، انا بتكلم من الناحيه الاداريه، لا والمجموعه المنتقاه في اتحاد الكره الحقيقه. تمام. هنرجع للنقطه اللي ابتدينا بيها الماتش، هو كان بيراعي مصلحه الانديه شويه بحيث بيوافقوا على التاجيلات بتاعه الانديه. لو رجعنا للنقطه اللي اتكلمنا فيها انا والكابتن حشيش من الاول، الالتزام، التزام بالماتشات ديت، وما يضاقش لاي مطالب من اي نادي، انه هي دي كانت المطلوبه من الاول. انما ما حدش يختلف على شخصيه هاني ابو ريدة والمجموعه بتاعت الاتحاد. الحقيقه مجموعه متميزه أكيد جدا أكيد. انما هي لجنه المسابقات اللي حطتنا في الموقف ده، ولو كانت لجنه المسابقات بتدار من لجنه من بعض اعضاء الاتحاد زي ما هم عاملين اليومين دول، يعني لو كانت اللجنه دي من البدايه ما اظنش ان احنا كنا هنتحط في الموقف اللي احنا فيه. انا بتكلم بالتحديد على الناحيه الاداريه، طبعا انا ما بتكلمش على شخصيه اي حد، كلهم محترمين جدا وبنقدرهم وبنحترمهم منتهى الاحترام بكل تاكيد. انا بنتكلم اي ممكن الاختلاف يكون اختلاف في كيفيه الاداره بس مش اكتر. فالمهندس هاني ابو ريدة اكيد يعني شخصيه كبيره جدا على المستوى الافريقي والدولي والمصري وكل الكلام ده. لكن كابتن حشيش، كابتن ابراهيم عبد الصمد قال لك ان المهندس هاني ابو ريدة المشكله ان هو في البدايه كان بيراعي مصالح الانديه المصريه. طب لما نيجي كده نفتكر شويه
وده هيخلينا نتكلم عن الكابتن جهاد جريشة الحكم الدولي المصري واللي تم ايقافه 6 شهور بسبب سوء الاداء في مباراه رغم تعرض انديه كتير مصريه مش الاهلي بس لسوء اداء تحكيمي لكوارث مش سوء اداء بالظبط ومع ذلك عادي موجودين عادي مفيش اي مشكله طبعا. هل المهندس هاني ابو الريده قدر ان هو يعالج بعض الامور اللي ممكن تضر بعض الانديه بالتحديد مثلا النادي الاهلي السنه اللي فاتت في بطوله دوري ابطال افريقيا مباراه النهائيه الشهيره امام الترجي ومشكله وليد ازارو وان الحكم ما كتبش اي حاجه في التقرير بتاعه ولا مراقب ولا كلام من ده ومع ذلك ازارو توقف ليه ما تدخلش المهندس هاني ابو الريده في هذا التوقيت عشان يحل هذه المشكله في المقابل ان احنا بنشوف رئيس الاتحاد التونسي او رئيس الاتحاد المغربي بيبعت خطابات ورسائل وجوابات للاتحاد الدولي او عفوا الاتحاد الافريقي ومن خلالها بيتم تطبيق وجهه النظر الخاصه بالاتحاد سواء التونسي او المغربي زي ما شفنا مع جهاد جريشة طبعا الحكم الدولي وفي مواقف عديده في الحقيقه. ليه مش عارفين لغايه دلوقتي نستغل شخصيه بحجم المهندس هاني ابو ريده او هو اللي بخيل شويه بالنسبه لصالح الانديه المصريه؟ يعني انا مش هقدر اقول مثلا عدم تفرغ مثلا للمشاكل دي لان دي مشاكل طبعا بس هي ناس كتير بتقول كده يعني مشاكل رئيسيه ومشاكل مهمه تهم انديه يعني القمتين في مصر. انما يعني انا شايف يعني القرارات حتى اللي بتتاخد من الاتحاد الافريقي على الانديه المصريه بتبقى يعني قرارات فيها تعنت غريب والحاجه اللي صالح الانديه بتتساب بتتركن بتقعد فترات كبيره. القصه الاخيره بتاعت جهاد جريش الحقيقه يعني كانت انا لغايه دلوقتي مش لاقي لها تفسير خالص غير ان طبعا القرار صعب قوي وكبير قوي 6 شهور ايقاف ده هيحرمه من ان هو طبعا اكيد يحكم في الامم الافريقيه اللي هي اكبر بطوله في القاره. انما كمان سرعه تنفيذ القرار هذه اللي بقى زي ما العالم استفاد وكده برغم الاشاده دي اللي الناس كلها اشادت بجهاد ابو جيشه في الماتش اللي هو حكمه اللي هو سبب الوقف ده لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي كلهم بعتوا له على الواتساب تمام اشاده بعد المباراه مباشره. وبعدين ما ينفعش ان انت بتغلط نفسك ازاي مختار كابتن جهاد جريشة في حكام اللي هي هتلعب امم افريقيا وازاي انت بتبادر بالسرعه دي انك تعمل معاه القرار ده يعني القرارين عكس بعض لان المفروض انت بتختار الصفوه في افريقيا يديروا الماتشات الامم الافريقيه هنا تيجي على اهم حكم يعتبر في مصر دلوقتي وتعمل معاه القرار ده وبالسرعه دي ده انت المفروض انك تلاقي له عذر لان هو القصه اللي كمان حصلت كلها ما فيهاش إدانة ليه لا قدر الله في رشوة في كذا في كذا في كذا حاجة خالص ده كله توفيق وعدم توفيق وقرارات ما جت. امال احنا بنتكلم على الراجل بتاع بطولة افريقيا مع النادي الاهلي الجون بتاع انرامو ده اللي كان على يعني الدنيا كلها وكان الاتحاد الافريقي كله قاعد لمبتي الحكم الاتحاد الافريقي كان قاعد كله في المقصورة ونهائي افريقيا انما ايه السرعة دي هي دي بس اللي احنا بنتكلم المهندس هاني ابو ريده ان هو يعني يحاول يتدخل وبالذات في موقف زي ده لان حكم كبير زي ده ومن الحكام القليله اللي هي حكمت كاس أو عالم أو كمان يا كابتن حشيش في اي موقف بخلاف موقف الحكم جهاد جريشة عندك موقف النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت هو قصه وليد ازارو ان هو يتم ايقافه ثاني يوم على طول وليد ازارو مش هيلعب مباراه القرارات بتبقى سريعه قوي بالنسبه لمصر لازم نشوف ايه المشكله في الاتحاد الافريقي نفسه يعني ايه المشكله هل هي مشكله في الاتحاد الافريقي ولا ضعف في شخصيه الاتحاد المصري لكرة القدم وضعف القيادات في الاتحاد المصري ضعف الأندية نفسها كمان ممكن يكون برضو ما بيعملوش حساب ما بقناش يعني بنخوف زي زمان مثلا أنا حاسس أن المشكلة في الاتحاد الأفريقي في حاجة في جوه الاتحاد الأفريقي نفسها اتجاه أنا يعني حاسس كده أنها بالتحديد تجاه النادي الأهلي اتجاه النادي الاهلي في قرارات كتيره مع مش عارف يعني انا مش لاقي لها سبب يعني انا بحاول اشوف لها سبب بس لازم طبعا ده بيحتاج جهد اكبر من مجلس اداره النادي الاهلي والجهد ده يبقى مدعوم في الاساس لان النادي الاهلي ما ينفعش يتكلم مع الاتحاد الافريقي دايركت لازم من خلال اتحاد الكوره واتحاد الكوره المصري المفروض ان الاتحاد لما يكون عندك كمان شخصيه بارزه زي دي الاتحاد الافريقي لما يكون عندك شخصيه بارزه جدا زي المهندس هاني ابو الريده امتى هنستفيد من المهندس هاني ابو الريده في الكوره المصريه في رايك انت يا كابتن؟ هو برضه انتوا الحقيقه جودتوني لنقطه معينه الحقيقه برضه احنا مقصرين في حق الحكام الحقيقه طبعا يعني لجنه الحكام كابتن عصام الحقيقه من الناس اللي مشهود ليهم بالكفاءه الحقيقه وبيشغل مناصب في الاتحاد الدولي في الاتحاد الافريقي الحقيقه طبعا. حاجه مناصب كلها ممتازه الاتحاد العربي كمان وماضيه كله الحقيقه مشرف يعني احنا ما وقفناش جنب حكامنا وبالتالي 25 طقم حكم اجنبي بس بلاش احنا يا كابتن ابراهيم
لان النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي بيقف جنب الحكام المصريه. لا انا بتكلم على ما بتكلمش على نوادي، انا بتكلم على لا انا بتكلم على نوادي كمان لجنه الحكام الانديه الانديه المصريه نادي الزمالك وبيراميدز وحتى المصري في بعض الاحيان بيطلب حكام مسموحه في بعض الاحيان بيطلبش نادي الاهلي في المباريات الطبيعيه. قال لك احنا بنشيد بالحكام المصريين واحنا مش هنطلب حكام اجانب، وبالتالي رغم المتضرر يا كابتن برضو دي نقطه لازم تضرر طبعا. طبعا عندك لقطه ابراهيم نور الدين الشهيره في الانتاج الحربي بتاعت ازارو، يعني دي اكبر تضرر. انما احنا ما وقفناش جنب الحكام، وبالتالي لما بنيجي نطلب 25 طقم اجنبي الماتشات بتاعت الدوري احنا كده بنضعف حكامنا، وبالتالي الاتحاد الافريقي بيبقى ليه اكتر من سبب انه هو بي على طول بيدي يا كابتن ابراهيم بالبلدي كده بالبلدي كده قرارات على حكام اذا كان انتوا اساسا مش واثقين في حكامكم. صح بالظبط، ما هي دي النقطه اللي انا عايز اقولها. بالتالي الاتحاد الافريقي على طول القرارات بتبقى سريعه. صحيح. طب هل يا كابتن حشيش دلوقتي الاتحاد المصري لكره القدم دوره ايه؟ مش دوره تطوير اللعبه طبعا، الكره المصريه بالتحديد ازاي يطورها، ازاي يشوف ايه الاساليب يا كابتن ابراهيم اللي ممكن تكون ناقصه في لعبه كره القدم في مصر، وازاي كيفيه تطويرها وكلام من ده؟ ايه الاساليب او الخطوات اللي تم اتخاذها لتطوير مثلا ملف زي اللي احنا بنتكلم فيه زي ملف التحكيم؟ رغم ان احنا منذ بدايه الموسم بنقول ان الموسم في الدور الثاني هيكون فيه فار. طيب ما هو الفار ده يا جماعه عايز تحضيرات كتير جدا واستعدادات كتير جدا وتجارب واختبارات ومباريات وديه عشان تتم تطبيقه. هل في اي خطوات اتخذت في هذا الموضوع مثلا عشان انت تطور من التحكيم، ولما تطور من التحكيم يكون عندك حكام جيدين؟ احنا عندنا حكام جيدين بس عايزين تطوير في المستوى، ولما تطور المستوى ده ما انت مش هتلجأ لحكام اوروبيين يجوا من بره او اجانب بشكل عام. هل انت خدت خطوات؟ اقول لك اكبر تطوير ايه او اهم تطوير ممكن يتعمل، قرار ما فيش اي استعانه بحكام اجانب، وهو نظام الدوري المصري. هنرجع لنفس النقطه، ليه ما فيش جرأة اتخاذ القرار عن انا بقول لك هو برضو من ضمن ما هي بص كل حاجه ليها قواعد ولوائح وسيستم. من ضمن اللوائح ما فيش استعانه بحكام اجانب خالص. مش كل واحد معلش يعني معاه قرشين يقدر يجيب حكم يقول لك لا انا عايز حكم اجنبي الماتش الجاي. ما ينفعش. 25,000 دولار كتير. ما ينفعش. لا ده بقول لك ايه يا كابتن، ده اتحاد الكره بيدرس رفع القيمه لاستخدام الحكام الاجانب 50,000 دولار. طيب كمل. يعني انت بدل ما تعالج انت بتحاول تصعب الامور، ومش هتتصعب على الانديه ان هم يجيبوا حكام، بدل ما تعالج الموضوع ده بتصعب لهم الامور. وكمل فلوس اللي خارج بره ده ايه لازمته يعني بالزبط. انك تجيب المبالغ دي يا كابتن ابراهيم كلها تطلعها بره. يعني انت فاهم ازاي؟ لا ده انا لما اطلع قرار زي ده يبقى انا بدعم الحكم المصري اول حاجه. انا عندي ثقه فيه وشجعه، انما دي انا يا كابتن ريم انا احط نفسي مكان الحكم. يجي الماتش الجاي عندي ما يقول لك لا مش عايز الحكم ده انا عايز حكم من بره. ما ينفعش. لا وبالتالي انت كده بتدي حاجات ايجابيه للحكم المصري، والاتحاد الافريقي يبتدي يشيد طبعا لازم تسنده وتفضل في ظهره القرارات السلبيه دي على حكامنا بخطا صغير في قرار تحكيمي قليل ما اثرش على نتيجه المباراه. وبعدين مفيش تكافؤ فرص. انا نادي ما عنديش قدره ان انا اجيب حكم اجنبي، والنادي الثاني عنده القدره. الله يعني ما معروف برضه اتكلمنا عن تكافؤ الفرص هنطلع حاجات كتير قوي. ظهور بعض من الحكام السنه دي بمستوى جيد جدا. لا طبعا في بعض الحكام يعني في مجموعه الحقيقه برضه نشيد بالمجموعه الحكام اللي حكموا الماتشات اللي في الدوري الحقيقه مجموعه حكام الحقيقه. بس انا كاسف بقى يا كابتن ابراهيم اكسف بقى الدورات وطور من مستواهم وطور وانت كده بتديهم ثقه لما انت بتقول مفيش حكام اجانب ومفيش حد من بره هيجي. انت بتديهم ثقه انهم يطوروا نفسهم وان هم هم في الحقيقه بعضهم محتاج للتطوير يا كابتن. اه فعلا انا ما بقولش لا ما بقولش لازم. انت عندك حكام هنا في مصر معلش يعني في كل كره صفاره وفي كل كره بتقتل اللعبه وتموت اللعبه وتخلي متعه الكره اصلا مش موجوده، رغم ان في بعض الكرات اللي ممكن تسيبها عادي مش هتبقى فاول يعني، بس انت لازم تصفر وتريح نفسك. فده جزء من التطوير لازم يتم تطويره. انت عارف يا امير احنا على مستوى مثلا اتحاد الكره منطقه القاهره لجنه حكام القاهره ابتدينا برضو نساعد ونطور في زياده الدورات التثقيفيه والتدريبيه، لدرجه ان احنا حطينا حاجه السنه دي بقينا ندي للحكام بتوعنا كورسات انجليزي كمان. طب كويس يعني كويس يعني في سبيل الحاجه اللي بنقدر نعملها بنحاول نساعد، لان الحكم ده في يوم من الايام هيبقى حكم دولي وهيروح يحكم في افريقيا لازم يبقى في لغه معاه. الحاجات دي كلها بتزود من شخصيه وقيمه الحكم المصري يعني. فانت لازم تبقى داعم، ما ينفعش ان انت
ده انت ممكن السنه الجايه بالطريقه دي اللي حصل دي يجي مثلا، انا اسف يعني، يجي نادي زي بيراميدز تاني واستثمارات تانيه، هتلاقي كل الماتشات وكمان حكام مفيش حاجه مصري بقى موجود، يبقى الحكام دي تقعد في البيت كلها. انت بدل بقى ما تزود بدلات الحكم طبعا، وتخليه متفرغ وتخليه محترف، هو ده اللي انت تتقوي بيه. هي برضه نقطه تانيه، سلوكيات اللعيبه داخل الملعب. يعني انا عايز اقول ايه، اي قرار بياخده حكم بتلاقي خمس ست لعيبه واقفين حواليه معترضين على طبعًا على القرار، برغم ان القرار ممكن يبقى صح 100%، انما زياده الاعتراضات في كل ماتش والحكم ما بياخدش موقف بيزيد اعتراضات اللعيبه في الماتشات اللي بعد كده. اعتراضات اللعيبه لازم تقف امتى؟ قرار صارم من الحكم، اي حد بيعترض بيدي له انذار، ولما يكون المسؤولين في الانديه بيوجهوا لعيبتهم ان انتوا يا جماعه بالظبط كده، ايوه باحترام ما نعترض. لكن انت دلوقتي لما تلاقي مسؤول طالع يشتم الحكم الفلاني الفلاني عشان الحكم مش عارف، طب ما اللعيب هيمسك في الحكم في الملعب وهيقعد يعمل حاجات ما هي صح. هنوصل تاني بقول ايه بالزبط. القرارات لازم تبقى شديده في الاول، لازم تبقى شديده، سواء من لجنه الحكام، من الحكام داخل الملعب، من الاتحاد، من النوادي، تثقيف للاعيبتهم، تثقيف في التحكيم. في لعيبه ما بتعرفش قوانين كره القدم، وبالتالي يعني في حته الاوفسايد دي القرارات الجديده، يعني اللاين مان بيتاخر، يقول لك ما اللاين مان ما يرفعش بدري، ما هو المفروض ما يرفعش بدري الا لما اللعيب بيشترك، لما بيشترك وبيبتدي يمسك وبيبتدوا يعترضوا، مش عارفين القانون. فلازم يعني اللعيبه يجيبوا لهم حكام يحضروهم في قوانين كره القدم، وبالتالي هتقل مشكلاتنا داخل الملعب، وبالتالي الحكم هياخد وضعه، وبالتالي بنرتفع بمستوى حكامنا، ما نبقاش ان احنا عارف امير. في مشكله كبيره جدا جدا، احنا الانديه اللي بتعمل الضغط على الحكام. انت لو تتفرج على الماتشات من داخل الملعب، يعني انا في بعض الاحيان بكون مراقب لبعض الماتشات يا كابتن ابراهيم، انا بأشفق على الحكام من الاجهزه الفنيه، بيعملوا ضغط غير عادي على الحكام من اول دقيقه. خلي بالك هم مش ممكن فاهمين ان ده جزء من اللعبه. بالظبط كده، لدرجه ان والله لدرجه ان اللعبه ده اللي هيساعد ان انت تكسب. انت عارف ان احنا في اللائحه ان الحكم الاجهزه الفنيه الجهاز صاحب الماتش ما يقعدش ناحيه اليمين عشان ما بقاش ورا اللاين مان. في اللائحه بره في الدنيا مفيش حاجه كده في اللائحه، يعني مفيش كده بره الناس. لا مفيش بره، يعني الناس ابسط من كده بكتير، يعني انت فاهم، عشان ما يبقاش ورا الحكم اللاين مان يقرفه بقى طول ما هو رايح وجاي بالضغط الضغط الضغط الضغط، لانه بشر يعني، على الاقل هتاخد انتباهه في كوره ولا اتنين. الكابتن ابراهيم قال حاجه كويسه، اللي هو لازم بيبقى فيه عقوبات مشدده، بس الاهم منها بقى التنفيذ بالظبط. ما تجيش بعد يا امير مثلا فلان فلان اربع ماتشات وغرامه كذا، استئناف. طب هل الغرامات دي بتتحصل؟ هل كذا بعد شويه؟ طب نكتفي بنقدم التماس بيكتفي بماتش؟ يعني في بعض الحاجات هي بص، في الاول وفي الاخر الاداره او نجاح الاداره في رسم سياسات وتنفيذها، ويبقى في برضه بعض الاحيان، او مش بعض الاحيان، لازم يبقى في برضه لجنه موجوده لحل المشاكل اللي هي الطارئه الطارئه، مش لان انت في حاجات معينه انت بتبقى عارفها في كذا وفي كذا وفي كذا ومحضر لها الردود بتاعتها، انما في حاجات قهريه بقى، يعني في حاجات قهريه لازم يبقى برضه عندك انت المجال او اللجنه اللي هي تقدر تحل الكلام ده كله. هي برضه نقطه كويسه، لما الاجهزه الفنيه بتعترض تبتدي اللعيبه تركز معاه. بتعترض جوه الملعب طبعا، ولما اللعيبه بتعترض جوه الملعب الجمهور بيبتدي يعترض على اعتراضات اللعيبه عشان يقف جنبهم، وبالتالي السلوكيات بتاعتنا كلها لازم تتغير. مظبوط، اجهزه فنيه، لعيبه، جمهور، السلوكيات لازم تتغير. لو السلوكيات اتغيرت مش هيحصل مشاكل عندنا في الكوره. ما احنا بنتفرج على ماتشات اوروبا كلها مفيش اسوار مثلا، مفيش اسوار والناس داخلين كانهم داخلين مسرح. بتتغير بايه يا كابتن؟ بتتغير بايه؟ بتطبيق القانون. بالظبط كده، الشده، اللوائح والقوانين لازم تطبق الشده بس. يبقى احنا هنرجع برضو للنقطه كابتن ابراهيم يا كابتن حشيش، النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها وهي ضعف شخصيه الاتحاد المصري لكره القدم، واللي احنا بنتمنى ان الشخصيه بتاعتهم تكون قويه جدا بالتحديد من بدايه الفتره دي حتى فيما بعد، يعني ان شاء الله بعد ما نفوز بالبطوله الافريقيه وبعد ما نبتدي دوري بشكل طبيعي، ان شاء الله يكون الموسم ده انتهى خلال الايام اللي جايه. نتمنى الكلام من ده. لازم انت كاتحاد كره مصري يكون عندك شخصيه قويه تطبقها على الكبير وعلى الصغير، الفريق الكبير والفريق الصغير، بما فيهم النادي الاهلي، بما فيهم النادي الاهلي. تحط لائحه كده في البدايه، يا جماعه دي اللائحه اللي هنمشي بيها هذا الموسم، كل الانديه تمضي عليها، اللي يجي يعترض في النص
خلاص هو اللي وقع من الموضوع، هو اللي وقع من البطوله، تطبق عليه اللائحه، تطبق عليه العقوبات بما فيهم اهلي زمالك اسماعيل اي فريق كبير واي فريق صغير، عشان تنجح وعشان يبقى عندك مسابقه صح وعشان تحاول تقلد الناس اللي احنا بنفرح بيها جدا وبنستمتع بيهم في اوروبا، لازم نطبق اللوائح والقوانين زي ما قال كده الكابتن محمد حشيش. يعني كلام اكيد مهم جدا، ونتمنى ان شاء الله الاتحاد المصري لكره القدم يتدارك كل اخطائه خلال المرحله اللي جايه، ويكون عندهم شخصيه قويه في كيفيه اتخاذ القرار والاهم تنفيذه، ده شيء مهم جدا. طيب ده كان ملف مهم جدا. عايز اتكلم يا كابتن حشيش على بطوله الدوري بقى بشكل عام اللي احنا مش عارفين هي هتستكمل ولا لا، رايك في المستويات الفنيه في هذه البطوله؟ شايف ان البطوله كانت مثيره السنه دي حتى هذا الموعد او حتى هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها، ولا شايف ان كانت ممكن البطوله تبقى افضل من كده سواء فنيا او اي شيء اخر؟ يعني طبعا هي المستويات الفنيه طبعا مستوى الدوري السنه دي كان يعني انا بعتبره ما كانش مستوى جيد قوي، لان برضو يعني انا ليا راي في الموضوع ده، لان ما ينفعش ان يبقى الموضوع منحصر ما بين ثلاث مراكز في البدايه بيتنافسوا على المركز الاول او المراكز الاولى، وبعدين فرقتين ثلاثه في النص، واكثر من النص الدوري بصارع الهبوط او مهدد بالهبوط. تمام. يعني مفيش دوريات كده بره، احنا بنشوف الدوري الانجليزي في يعني طالع نازل، صح؟ يعني على الاقل يعني قال من المركز الثالث الرابع الخامس كله بيتنافس وكله عنده امل ان هو يخش في البطوله. مفيش حاجه اسمها ان انا ايه يعني احنا ما نفتكرش بره عندهم حته ايه اصل انا في المنطقه الدافيه، مفيش كلام من يعني انت فاهم ازاي، كله لغايه اخر لحظه، بدليل ان حتى الناس اللي بتبقى في وسط الجدول وعندهم اخر ماتشين مثلا ومع فرق كبيره بينافس وبيضغط كانه مثلا لو كسب هيروح مثلا ياخد البطوله. احنا الكلام ده ما بنشوفوش، بنشوف بس انديه ثلاثه لاول سنه نشوف ثلاث انديه بتنافس بالظبط بالظبط كده، كانت طول عمره طبعا ان هم ناديين بس. احنا نتمنى اكتر من ثلاثه يبقى اربعه وخمسه وسته، منافسه حقيقيه صح. يعني منافسه وفيها حقيقيه تكافؤ للفرص. وفيها تكافؤ للفرص وده هيعلي المستوى، ما يبقاش برضو الناس يعني في ناس من البدايه على فكره وهي برضو ملتزمه بالمراكز الاخرانيه دي، مفيش اي تطوير. حتى جات لهم فرص اللي هي في يناير في مرحله الانتقالات الشتويه بقى انه يحسن العيوب اللي عنده برضو، ولا يعني ما شفناش اي تطور او زياده في المستوى او رفع المستوى، يكاد يكون برضو في الاخر ان انت بتتكلم على ثلاث اربع انديه برضو كان فيهم نادي او اثنين دول من المؤكد ان هم ينزلوا، والنادي الثالث ده اللي تايه بقى يطلع فوق شويه يعني. فاحنا طبعا نتمنى خلال الفتره المواسم اللي جايه ان شاء الله يبقى فيه تكافؤ فرص طبعا. حاجه مهمه جدا جدا، التزام بالتحكيم المصري، عقوبات مشدده وتنفذ العقوبات دي، يبقى في استراتيجيه وفي يبقى جدول ثابت، لان من النهارده كله معروف بقى. وما افتكرش ان احنا ناخد الامم الافريقيه اللي جايه يعني خلاص احنا مش متفائل؟ لا ما اقصدش انا بقولش ان احنا ننظم الامم الافريقيه اللي جايه، يعني دلوقتي ما فيش بقى سنه استثنائيه جايه، كله معروف من دلوقتي. حته تنظيم البطوله، طب ما كده كده ميعاد البطوله معروف حتى لو انت هتنظمها او مش هتنظمها. التزام بقى، التزم. انا شايف ان يعني الموضوع ده مش مؤثر في حاجه في موضوع الدوري، بس التوقيت معروف. اهم حاجه ما بقاش فيه استثناءات ويبقى فيه التماس بتاجيل كذا وتاجيل كذا وتاجيل كذا. طيب كله معروف مصاعب افريقيا فيه المباريات والسفريات، ودلوقتي بقت السفريات مش زي الاول ان انت بتاخد يعني اسبوع او 10 ايام، ده انت ممكن تروح تلعب في يومين ثلاثه وترجع. فاعتقد ان كله بس لازم يبقى فيه ايد جامده شويه من اتحاد الكوره يقدر ان شاء الله يسيطر على. قبل ما اروح لقائمه المنتخب عايز اخد راي حضرتك في الدوري. راي حضرتك. انا شايف ان الحقيقه بيراميدز اضاف طبعا للكوره السنه دي، الدوري السنه دي منافس جيد لنادي الاهلي ونادي الزمالك، الحقيقه اضاف له جامد بكل اللعيبه المميزين اللي ضمهم سواء المحليين او الممرضه. الحقيقه العين الفاحصه كانت بتجيب لعيبه كويسه للنادي بيراميدز، وبالتالي قدموا مستوى جيد جدا وبقى منافس للنادي الاهلي والزمالك. الحقيقه بضيف تاني وادي دجله، الحقيقه وادي دجله كلنا انتقدناه في بدايه الموسم، الطريقه اللي بيلعب بيها كان فيها اخطاء كتير في التسليم والتسلم، وبالتالي كانت اخطاء من المدافعين كتير، كان بيدخل فيهم اجوان كتير، انما بعد ما هضموا الطريقه كلنا بنتمنى دلوقتي نتفرج على وادي دجله والمستوى الجيد اللي بيقدمه الفريق في ماتشاته. نيجي بقى على المستوى العام،
المستوى العام كان بينقسم لقسمين ثلاثة، القسم بينافس على الهبوط، وبالتالي المستوى الفني كان أقل من الجيد، أقل من المتوسط، الكل بيسعى بيحارب على النقطة عشان ما يهبطش، وبالتالي ده أثر على المستوى الفني للمباريات. في المجموعة المتوسطة بتصارع على إنها تبقى في الوسط ولا تهبط، ولا عندهم الطموح ان هم ينافسوا على المراكز الاولى، وبالتالي برضو كانوا بيحافظوا على مراكزهم في الوسط، وبالتالي ده اثر على المستوى الفني. نيجي على الاربع خمس انديه، النادي الاهلي والزمالك هم اللي بيصارعوا على الاول والثاني، برضو بيراميدز دخل والمصري دخل والمقاولين دخل، ودي حاجه جيده جدا انهم بيصارعوا على المركز الثالث والرابع عشان يدخلوا في الكونفدراليه على المربع الذهبي، وبالتالي الدوافع عنده بقت كبيره، بقت الحماس عند اللعيبه بقى اكتر من الناحيه الفنيه، وده برضه اثر على المستوى الفني للماتشات، وبالتالي في النص الثاني من الموسم. وبالتالي انا شايف ان المستوى السنه دي الفني اقل من المتوسط بالنسبه لاغلب انديه الدوري. تمام. نتمنى ان النادي السنه الجايه يبقى الفترات الراحه تبقى جيده للعيبه، والاتحاد ياخد راينا اللي هو في بدايه الماتش عشان اللعيبه تقدر تاخد فترات راحه، ويبقى القيد الافريقي معقول، ويبقى القيد وكل النوادي تبقى عارفه نظامها ايه السنه الجايه كده، هيبقى المستوى الفني هيبقى مرتفع ان شاء الله السنه الجايه باذن الله يعني. تمام. طيب ملف اخر مهم جدا عايز اتكلم فيه في الحقيقه، وملف انا بصراحه اول ما شفت قائمه المنتخب جالي احباط صراحه كابتن، كلنا احباط كبير جدا. عايز اخد تعليق حضرتك، نبتدي بيك يا كابتن ابراهيم، تعليق حضرتك على قائمه المنتخب. هل شايف ان دول اللاعبين المناسبين ان هم يكونوا مع المنتخب في بطوله الامم الافريقيه، وبطوله بهذا الحجم على الاراضي المصريه، وحتما لازم ومطلب رئيسي عند الشعب المصري انك تفوز بهذه البطوله؟ وهل شايف ان في بعض العناصر اللي كانت تستحق التواجد في المنتخب؟ طبعا كلنا ورا المنتخب الاول، أكيد كلنا أكيد. في كل الاحوال المدير الفني والجهاز هو طبعا المسؤول على الانتقاء ومسؤول عن النتيجه، انما كلنا شايفين ان في لعيبه بتؤدي بطريقه جيده جدا طول السنه، ومستواها ثابت وفي ارتفاع جامد، وتخطاهم الاختيار. اول واحد عبد الله جمعه بصراحه ظهير ايسر نادي الزمالك. اولا مدافع جيد جدا، بيلعب في وسط الملعب جيد جدا، بيشترك في الدفاع والهجوم بطريقه جيده جدا، ومؤثر جدا مع نادي الزمالك في الفتره، برغم ان هو بدايته نص ملعب بالظبط، بدايته نص ملعب لان هو كان معايا برضه في منتخب القاهره وهو 13 14 سنه يعني، فهو بدايته نص ملعب، انما كون ان المدير الفني حطه في ناحيه الشمال بقى يجيد في الحته دي وبالحته دي، ورفعاته كلها مؤثره ومستواه جيد جدا. انا شايف ان ما هو ان الكابتن اللي جننك، انا شايف ان قائمه المنتخب يعني كان لازم يبقى موجود. اللي جننك في موضوع عبد الله جمعه ان انت في المقابل يا كابتن حشيش خدت ابو الفتوح بتاع نادي الزمالك المعار لسموحه اللي ما بيلعبش اصلا ولعب ماتشين بس، هل ده منطق؟ يعني احنا ممكن الناس كلها ما كنتش بتفهم كوره، بس هل كده معناها ان انا كنت هتكلم عليه بس؟ طب ايه المنطق بقى؟ انا كنت هتكلم، انا كنت هتكلم على الاسم ده بالذات يعني. طب ازاي بقى؟ انا شايف مع كل الاحترام والتقدير لابو الفتوح لعيب كويس جدا وعنده امكانيات مميزه، وان شاء الله هيكون مستقبل الكره المصريه في هذا المركز، لكن احنا بنتكلم على الفتره دي بالتحديد الدوله الافريقيه بالذات. احنا كنا محتاجين عبد الله جمعه في المكان ده الحقيقه. يعني اولا لما بيبقى عندك لعيب بيجيد باكتر من مركز بتدي اريحيه للمدير الفني ان لو حصل لك اي مشكله في خلال الماتش يقدر ينفذ لك هنا، يقدر ينفذ لك هنا، وبالتالي برضو اختيار عبد الله جمعه كان لازم يبقى موجود. في حاجه ثانيه برضو، كهرباء برضو الحقيقه بيقدم مستوى جيد جدا، كنت اتمنى ان هو يبقى موجود. نيجي بقى احمد فتحي، لازم عنصر مهم جدا اولا خبرات هتاخده تحطه معاك كده في المباراه، خبرات متراكمه يعني اولا بيلعب مع النادي الاهلي في منتخب مصر طول الوقت، بيلعب بطولات افريقيه، خبرات مطلوبه في الوقت ده وبالذات في دوره افريقيا اللي جاي يعني كان لازم يبقى موجود لازم. فانا شايف في عناصر مؤثره جدا كنت اتمنى انها تبقى موجوده. طيب كابتن حشيش من وجهه نظرك رايك في القائمه ايه، ومين اللاعبين اللي كان لازم يكونوا متواجدين؟ يعني انا يعني من النوع اللي ما بحبش اتكلم في الاختيارات قوي، كويس، لان انا بقول ان طبعا كل مدرب بيبقى له قناعات بلعيبه معينه. فاحنا لو هنتكلم يعني عايز اضيف اسم تاني قبل ما تقول السوليه طبعا طبعا
السوليه. هل الاولى يا كابتن، طب ده سؤال مهم قوي يعني موضوع السوليه ده، هل الاولى مثلا ان انا اخد لعيب زي دونجا، لعيب كويس قوي بتاع بيراميدز، لعيب جامد جدا، لعيب كويس، بس مش ممكن الخبرات الافريقيه عند سوليه تتغلب شويه عن هذا اللاعب؟ كتير لا، مع اصل ده بالارقام وبعدد المباريات، لان اللعيب في الاخر هو حصيله خبرات وعدد مباريات سواء محليه او افريقيه. فلو هنتكلم لا، الفرق طبعا كبير في الحته دي. نرجع نقول تاني ان هي قناعات مدرب، وبعدين ما تقدرش تفرض على مدرب لعيبه معينه عشان تقدر تحاسبه. طبعا طبعا. في معيار للاختيار المفروض انه يكون موجود، وبالذات في البطولات المجمعه بيبقى العدد خلاص محدود، فانت لازم بتختار اللعيب اللي هو بيجيد في اكتر من مركز عشان تقدر تغير سواء من الدكه او تغير من بره. لو هنتكلم على البطولة الإفريقية في مصر، في ظل وجود الجمهور الكبير جدا اللي هيبقى مال المدرجات والضغط النفسي والعصبي اللي هيبقى على لعيبة، يبقى أنت محتاج لعيبة عندها خبرات ولعبت تحت الضغط ده أكتر من مرة. ده معيار تاني لازم تختار بيه. فلو هنتكلم على آخر حاجة مثلا أحمد فتحي، طب ما أنت بتتكلم لمكانه اللي أنت واخده اللي هيلعب مثلا، مع احترامنا ليه ورعيب محترف وكويس، احمد المحمدي. احمد المحمدي مش صغير طبعا، لا احمد المحمدي 32 سنه اعتقد، يعني انت فاهم. لو هنتكلم على السن، ما هو السن قريب يعني، ما فيش فرق مثلا سنتين ثلاثه بينهم وبين بعض. الاختيارات عموما يعني عندك عمر جابر برضو نفس بص أنا, أنا, انا 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 عايز اقول لك انك تجيب لعيب من ناحيه الباك رايت تلعبه باك ليفت، اي لعيب هيظهر مكانه هيبقى افضل، مش هيبقى بالنسبه هيؤدي بنفس مش هيبقى الكفاءة. لا كمان يا كابتن، مش هيبقى بالنسبه للجهاز مرغوب فيه، ده هيبقى هو، لان هو عنده قناعه انه جاب عمر جابر من ناحيه اليمين لعبه ناحيه شمال. وانا بقول ان عمر جابر هيبقى من الاساسيين هيلعب ناحيه شمال كمان، برغم وجود مثلا ايمن اشرف ناحيه الليفت، وعنده خبرات كبيره جدا جدا ناحيه الليفت، واشول راجل بيلعب برجله الشمال. فهو الاختيارات هي زي ما بنقول احنا يعني، لأصل انت لو هتفصص كل خط لا في كذا واحد ما تاخدش، انت فاهم ازاي؟ ما هو طبيعي ان انت هتاخد 23 لعيب بس في النهايه هم القايمه بتاعتك في بطوله الامم الافريقيه، لكن في برضه معايير للاختيار. يعني انا مش هختار لعيب ما بيلعبش يا كابتن برضه ابراهيم، اختارش لعيب ما يكونش بيلعب وممكن يكون موجود. انت واخد لعيبه محترفه ما بتلعبش، واخد لعيبه محترفه ما بتلعبش. بعدين بقى في جزئيه مهمه جدا قبل ما نروح لفاصل، كان في بدايه تولي الجهاز الفني بقياده مستر اجيري وكابتن هاني رمزي، قال لك ايه؟ قال لك احنا مش عايزين لعيبه كبار في السن، ودي سياسه، عايزين ننزل بالعمار، متوسط العمار شويه، عشان في عز تالق وليد سليمان وقيادته للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، مش ما خدتش وليد سليمان دلوقتي. وليد سليمان لسه راجع من الاصابه، وعشان ابقى صريح واحنا في قناه الاهلي اهو، وليد سليمان مش في نفس المستوى اللي قبل الاصابه خالص دلوقتي، وطبيعي جدا لسه راجع من الاصابه. في المقابل انت بتاخده، ايه المعايير دي؟ ايه التفكير ده؟ طب ازاي انت بتقيمها ازاي او بتشوفها ازاي يا كابتن؟ لا هو لا، وعندك واحد ثاني يا كابتن ابراهيم، مروان محسن. مروان محسن لو هنتكلم بقى على مين بيلعب ومين ما بيلعبش، مروان مثلا ما بيلعبش، بس الفتره الاخيره ما بينزل حتى في الشوط الثاني يا كابتن. انا عايز اقول لك، انا عندي قناعات ان مروان محسن من احسن اللعيبه اللي موجوده في المركز ده، واتمنى ان اشوفه الملعب، ولو حطيت تشكيل دلوقتي احطه اساسي. بس احنا بنتكلم على اللعب وعدم اللعب. مثلا واحد زي محمود علاء، الناس بتنادي بيه بقى لهم فتره كبيره، متالق من اول جيت تاخده على اخر لحظه، وده راجل ما لعبش اساسا منتخب مصر قبل كده. فانت كان المفروض ان انت تاخده من لسه هقول عليه على فكره، كان المفروض يا امير ان انت تاخده من بدري طيب شويه عشان برضو يقدر يتاقلم. هنرجع نتكلم في الجزئيه دي بتفاصيل اكتر، بس سريعا خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نتكلم على كل ما يخص المنتخب المصري وتحديد قائمه المنتخب وقائمه مستر اجيري لبطوله الامم الافريقيه القادمه ان شاء الله بعد الفاصل. بطريقه جيده وبيخدم فرقته وبيخدم النادي اللي هو بيلعب له، سواء بحرازه الاهداف او بيعمل الفارق، سواء المهارات الفرديه او اسيست لزمايله. انا ليه ما اخدوش؟ يعني ليه ما اخدوش واستفيد بيه في الافريقي؟ لما نيجي بقى لكاس العالم
يبقى ليه وضع تاني ويخفض السن زي ما هو موضوع السن ده لما تكون انت يعني بتركز على هدف بعيد المدى تحاول تنزل بالاعمار، لكن انت عندك بطوله محدده فتره، انت بتيجي تشتغل على حاجتين، حاجه قصيره المدى، خطه قصيره المدى وخطه طويله المدى. خطه قصيره المدى ان انت تاخد اللعيبه المؤثره في الوقت ده، وما لكش دعوه بعامل السن. نيجي للتاني الطلب اللي انا كنت بقوله، السليه الحقيقه بيقدم مستوى جيد جدا، يعني في بدايه مجيه للنادي الاهلي ما كانش بيقدم المستوى ده، كان بيلعب ديفندر بس. الواجب الاساسي بيه انه بيقطع الكوره وبيسلم زمايله. دلوقتي تطور مستواه جدا وبقى يفيدنا، اولا بقى في اسيست في الثلث الاخراني الهجومي، بقى في تواجد للسوليه، كان دلوقتي بقى بيحرز اهداف، دلوقتي يستفيد من بالتصويبات المباشره من بره ال 18 الحقيقه بيوجدها اجاده اكثر من ممتازه. انا كنت اتمنى ان السوليه يبقى موجود ورمضان صبحي يبقى موجود. عايز السوليه والعلي غزال مثلا، ما انا برضه حاجه النقطه دي، انت كنت علي غزال لعيب كويس جدا، بس سلية اولى كلاعب اشترك في البطولات الافريقيه كابتن حشيش، ولا علي غزال ولا دونجا لعيب مميز جدا برضه بس ما عندوش خبرات افريقيه. فانت لازم. انا عايز اسال سؤال خبيث. اتفضل. وليد سليمان، محمود علاء، احمد علي، اختيارات مصريه ولا اجنبيه؟ لا متهيألي ما حدش بيتدخل في شغل. هو الواضح ان هي اختيارات المفروض اجنبيه. المفروض اجنبيه. بس اللي يبان لك ان هي ممكن تكون اختيارات مصريه. طيب ما كنا يبقى كنا ناخد لو هي اختيارات مصريه. ليه انا بقول كده يا كابتن ابراهيم؟ ليه بقول كده؟ مين اللي مستواه متميز جدا في الفتره الاخرانيه مع الاتحاد؟ خالد قمر. خالد قمر بس في نفس الوقت مش هينفع تاخد اربع لاعبين في مهاجمين. حاجه محترمه الحقيقه. مؤثر جدا. ما انا بس انا عايز اقول حاجه، ليه انا اقول لك الثلاثه دول بالتحديد؟ وليد سليمان اهلي. محمود علاء زمالك. احمد علي كان لازم يتاخد طبعا، سواء بقى اختيار مصريه اجنبيه لازم يتاخد، لان هو فعلا يستاهل. انت بتاخد واخد هداف الدوري ولاعب متالق وهايل، انت فاهم اقصد ايه؟ انما ممكن بعض الاختيارات دي يكون نتيجه للضغط شويه او الضغط الجماهيري، انك برضو ساعات الجهاز بيختار بعض اللعيبه عشان يقول لك ايه، انا البطوله عندي في مصر، لا قدر الله حصل اي حاجه. هل ده منطق؟ يعني هل البطريقه انت قلت نفسك ان وليد سليمان في عز تالقه كنا بنتحايل نقول ازاي الراجل ده مش لدرجه ان هو اعتزل دوليا كمان؟ يعني انت فاهم ازاي؟ لما رجع من اصابه ولسه مش ما لعبش خالص، انت بتاخده خلاص البطوله فضل عليها يعني كده. احنا زي بقول لك، انا بتكلم على يعني وليد سليمان واحنا النادي الاهلي. انا مثلا محمود علاء عندي تحفظات عليه برغم ان هو من الهدافين الدوري، بس الهدافين الدوري ده الراجل بيجيب كور ضربات جزاء وكور، انما عنده مشاكل في الدفاع. واجبات مركزه سواء في ضربات الراس العاليه في الناحيه الدفاعيه او في واحد على واحد تغطيه. فالقصه دي يعني، انما هي برضه ارجع اقول لك هي قناعات معينه ببعض اللعيبه. طيب الكابتن ابراهيم شايف المنافسه ازاي في بطوله الامم الافريقيه في ظل القائمه اللي اختارها مستر اجيري، وفي ظل طبعا تواجد لاول مره 24 منتخب في هذه البطوله، المنافسه هتكون قويه ولا شايفها ازاي؟ لا انا شايف المنافسه قويه جدا. اولا تطور الفرق الافريقيه الحقيقه اتطوروا تطور جميل جدا، عندنا السنغال يعني كل الفرق دلوقتي، اولا السنغال والكاميرون وتونس والمغرب الافريقي الحقيقه المستوى تطور جدا. ليه؟ لاكثر من سبب. اولا بيطلعوا لاعبتهم كلهم دلوقتي بيلعبوا في اوروبا، وبالتالي الدوري الاوروبي احتراف. احنا عندنا الاحتراف ماديا بس، انما اللعيبه اغلبها مش متفرغه، وبالتالي مستوى اللعيبه في بره سواء في افريقيا او في الشمال الافريقي تطور جدا جدا جدا، وفي لعيبه احنا ما نعرفش عنهم حاجه بيجوا بيظهروا فجاه في البطولات الافريقيه. كل الفرق الافريقيه دلوقتي تطور مستواها جدا، وبنفاجئ بالمستوى المتميز بتاعهم. فانا شايف ان البطوله اللي جايه قويه جدا وما نستهترش بيها. الناس كلها عماله تقولوا المجموعه بتاعتنا خفيفه، لا مش خفيفه، لا المجموعه بتاعتنا سهلة. المجموعه قويه جدا ولازم، وبالمقارنه بالمجموعات الثانيه تعتبر بالمقارنه كويس. انما انا شايف ان احنا لازم ندي
اعتبار لكل الفرق اللي بنلعبها، ولازم نحترم مستواهم، ولازم نأدي بطريقة جيدة جدا حتى نقدر نحتل أول مجموعتنا عشان نقدر ننافس على البطولة إن شاء الله بإذن الله. رأيك شايف هننافس بقوة على اللقب؟ بص، بطولة قوية جدا جدا طبعا. الناس جاية ما بتهزرش، فرق جهزت نفسها ومستويات عالية جدا جدا، مليانة لعيبة محترفين ولعيبة محترفين بجد بتلعب في أنديتها. أنا عايز أقول برغم ده كله تبقى كلمة السر في حاجتين. مهما هنعمل، هنجيب أجيري، هنجيب فلان، هنجيب كذا 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 اختيارات، كلمة السر السنة دي في اتنين: الجمهور المصري الكبير ومحمد صلاح. بس والروح القتالية لكل اللعيبة. اللعيبة الماتشات بتقام على ملعبنا، وعيب البطولة تطلع من ايدينا. جزئية مهمة قوي يا كابتن ابراهيم. نعم؟ انت جزئية مهمة قوي. انت دلوقتي الفترة اللي فاتت كلها، السنين اللي فاتت كلها بتلعب من غير جماهير. تمام. هل ممكن الجماهير تبقى عامل ضغط على لاعبي المنتخب في بطولة الامم الافريقية بسبب عدم اعتيادهم على اللعب في الاجواء الجماهيرية الكبيرة اللي متوقع حدوثها في بطولة الامم الافريقية؟ لا، انا شايف ان بالعكس، ده هتبقى وسيلة ودافع للاعيبة. كل على فكرة اللعيبة لما بتلعب بجمهور، الجمهور اللعيبة بتحاول تطلع كل المستويات الفنية اللي عندهم عشان اولا ترضي نفسها، ترضي فرقها، وترضي الاجهزة، وترضي الجمهور. وبالتالي انا شايف ان الجمهور ده عامل مساعد جدا ان احنا نقدم مستوى جيد جدا، بس الالتزام بالسلوكيات. شيء متوقع. وخصوصا حاجه كمان يا كابتن ابراهيم، ان انت بتتكلم على ضغط جماهيري بالنسبه لمنتخب مصر. لعيبه منتخب مصر قوام رئيسي محترفين، والباقيين المحليين في بعضهم بيلعبوا في افريقيا بالظبط كده قدام وكده. فالعامل الجمهور ده هيبقى عامل ايجابي. انت ما بتتكلمش على نادي لسه داخل افريقيا جديد وجمهور كبير بيبقى الولد لسه صغير مخضوض. اتكلم على لعيب منتخب مصر المفروض ان عنده من الخبرات والقدرات، ومعظمهم زي بقول لك القوام الرئيسي منهم لعيبه محترفه، حتى الموجودين في مصر منهم لعيبه قابلت الظروف دي كتيره جدا، سواء على المستوى المحلي كنادي جماهير كبير او طبعا على مستوى الافريقي. فشايف ان اللي ده هيبقى يعني عامل ايجابي يعني. وبالتالي في افريقيا بيقابلوا جمهور مش مساند ليهم. وبالتالي بس متوقع ان يحضر عدد من جماهير لكل منتخب يعني. طبعا طبعا يعني متعودين على. انا بصراحه متخوف يا كابتن. اتمنى طبعا الحقيقه الماتش الاخراني بتاع الزمالك، الحقيقه انا بحيي الجمهور، الحقيقه جمهور الزمالك وجمهور مصر كله، ان كلنا كانوا واقفين جنب نادي الزمالك. اتمنى السلوكيات اللي شفناها في الماتش الاخراني والجماهير المحتشده دي تبقى ورا المنتخب من اول دقيقه لاخر دقيقه. صحيح. والسلوكيات نراعيها، عشان يعني بنشوف الماتشات الاجنبيه ونشوف السلوكيات بتاعه الناس، وبيشوفوا حتى لو الفرق بتاعتهم ما بتوفقش بيشجعوهم بعد الماتش. صحيح. يعني لازم السلوكيات بتاعتنا تتغير عشان نتطور زي ما بنتطور دلوقتي على مستوى البلد كلها. لازم السلوكيات بتاعه الجماهير تتطور، ونبقى شايفين السنه الجايه ان شاء الله الجمهور يرجع، لان الجمهور الحقيقه بيزود المهارات بتاعه اللعيبه وبيخليهم يطلعوا احسن ما عندهم، وبالتالي على المستوى الدولي نقدر نعمل كويس في المنتخب ونجيد ان شاء الله نشترك في كاس العالم السنه الجايه باذن الله. ترشح مين يا كابتن للوصول للمربع الذهبي في بطوله الامم الافريقيه؟ ده اول حاجه مصر طبعا ان شاء الله. وانا شايف السنغال بتقدم مستوى جيد جدا، المغرب بيقدم مستوى جيد جدا جدا جدا. انا شايف ان الثلاث فرق دول هيبقى يعني هيضموا المربع الذهبي الحقيقه. تمام، اتفضل كابتن حجيش. تتوقع مين؟ مصر، سنغال، مغرب، تونس، كاميرون، مش تخرج عن المنتخبات دول. لكن ان شاء الله مصر قادره على الفوز باللقب ان شاء الله باذن الله. زي بقول لك برضه هيبقى العاملين كلمه السر: جمهور محمد صلاح. جمهور محمد صلاح برضه اكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب. انا عايزك بس قبل لو هتقفل عايز بس اقول كلمه في الاخر يعني. اتفضل. انا طبعا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب على الدعوه الجميله بتاعت امبارح على الافطار. بالمناسبه يعني بعد قليل اول ما نختم على طول هيكون معاكم سهره مع عائله النادي الاهلي. سهره هتكون من خلال لقاءات عديده مع نجوم كتير جدا وشخصيات كتيره جدا حضرت افطار النادي او حفل افطار النادي الاهلي بالامس في مقر النادي الاهلي بالجزيره في صاله الشهداء بالتحديد، وكان منظر اكثر من رائع. اتفضل كابتن كمال. احنا يعني بالصدفه انا والكابتن ابراهيم كنا قاعدين مع بعض في واحده امبارح. ما عندكش فكره على التوقيت بتاع العزومه دي، والحفله كمان كان منظم على
اعلى مستوى. بنشكر طبعا مدير النادي العميد مرجان واللجنه طبعا اللجنه الاعلاميه ولجنه الشباب امبارح كانوا عاملين استاذ جمال جبر طبعا طبعا عاملين شغل يعني كبير قوي. حسينا بعيلة النادي الاهلي في دفء كده كان في القعده يعني من احلى الايام اللي افطرت فيها السنه دي هو امبارح الحمد لله. وشفنا زمايلنا طبعا واصحابنا والمعارف القديمه الواحد ما شافهاش وبعض طبعا الشخصيات العامه والشخصيات الكبيره اللي كانت موجوده اللي اثرت طبعا الفطار. فيعني ان شاء الله باذن الله تقليد نتمنى ان هو دايما يتكرر من مجلس الاداره خلال السنين اللي جايه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله واكيد في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للكره المصريه بشكل عام والاتحاد المصري في اختيار القرارات الانسب. مش هننسى الموضوع ده ان شاء الله باذن الله. الاتحاد المصري لكره القدم ياخد القرارات الانسب لصالح الكره المصريه ان شاء الله خلال الفتره الجايه. كابتن ابراهيم عبد الصمد نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد ان حضرتك معانا النهارده. لا شرف لينا متشكر جدا على الدعوه الجميله وبضم صوتي للكابتن محمد عشيش وبقدم تحياتي لمجلس اداره النادي الاهلي على اليوم الجميل اللي احنا قضيناه امبارح بالنخبه اللي موجوده وزير الشباب والمستشار احمد الزين. الحقيقه مجموعه وكل اللعيبه القدام كانوا موجودين الحقيقه تجمع عائلي جميل. مفيش حد ما جاش. تجمع عائلي جميل وخطوه جميله من مجلس اداره النادي الاهلي بحييه عليها ودي مش بعيده عن الكابتن محمود الخطيب والمجموعه اللي معاه في مجلس الاداره. بشكرك يا كابتن شكرا جزيلا شرفتنا. بشكرك كابتن حشيش شرفتنا ونورتنا نجم النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن ابراهيم. دي كانت طبعا كانت حلقه مهمه جدا من الاهلي ليله النهارده اتكلمنا فيها في العديد من الامور الهامه على الساحه الرياضيه المصريه وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للرياضه المصريه والكره المصريه بالتحديد خلال الفتره اللي جايه. بعد قليل ان شاء الله هيكون معاكم سهره رمضانيه خاصه مع عائله النادي الاهلي واللي كنا بنتكلم فيها منذ لحظات وهتشوفوا لقطات وتجمع رائع جدا جدا لكل الاهلاويه حتى لو في بعض الاهلاويه ما كانوش يعني كان في ناس من انتماءات اخرى لكن هو ده سمه من سمات النادي الاهلي تجميع كل الرياضيين في حفل افطار عائلي ومهم جدا لعائله النادي الاهلي هتشوفوها ان شاء الله بعد انتهاء هذه الحلقه وبعد ما نختم معاكم. دي كانت حلقتنا النهارده من الاهلي الليله. استنونا حلقه جديده مع الالف خير.